بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي شاشة قناة الأهلي، أهلا وسهلا بحضراتكم وأحداث هذا اللقاء الودي استعدادا للمنافسات القوية المنتظرة للموسم الحالي بإذن الله رب العالمين، الموسم القادم ولقاء يجمع الأهلي ببتروجيت هنا بملعب استاد الأهلي والسلام. مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي طبعا عايز يضع يده على كافة الأمور الفنية داخل النادي الأهلي من خلال المباريات الودية والتجارب الودية مشاهدينا الأعزاء، وبدايتها اليوم طبعا أمام نادي بتروجيت. والراجل اختار هذا الملعب، ملعب الأهلي والسلام، الملعب اللي بيلعب عليه النادي الأهلي المباريات الرسمية علشان يتعود ويعني يشوف بقى الأجواء في أرض الملعب ويخلي كل المباريات الودية وكأنها مباريات رسمية. نتمنى كل التوفيق للاعبي النادي الأهلي في مباراة اليوم وإنهم يمتعونا بكرة قدم جميلة كما هي العادة. كلنا عارفين طبعا إن جماهير النادي الأهلي محبة وعاشقة طبعا لكرة القدم الجميلة، بالإضافة طبعا للانتصارات والبطولات. تشكيل الفريقين مشاهدين الأعزاء لمباراة اليوم، مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي اختار تشكيل مكون من علي لطفي لحراسة المرمى، رامي ربيعة ومحمد نصير اثنين مساكين، محمد هاني ناحية اليمين، مازن أسامة ناحية الشمال، محمد فخري وأحمد سيد في وسط الملعب، وبيلعب أمامهم حسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمد محمود العائد وحسام حسن في مركز رأس الحربة في مباراة اليوم. على الجانب الاخر نادي بتروجيت لحراسه المرمى محمد ابو النجا، وبيلعب ثلاثي في خط الظهر، وليد عبد المنعم، احمد رضا، هادي رياض، سامح ابراهيم ناحيه اليمين، توفيق محمد ناحيه الشمال، محمد الكرتة في وسط الملعب، ومصطفى الجمل، وامامهم الثلاثي اسلام هشام ومحمود فيليكس وطارق ابو غنيمه. قياده تحكيميه لمباراه اليوم، كابتن مصطفى عثمان كحكم ساحه بيعاونه ايهاب فخري كمساعد اول ونور الدين سعيد كمساعد ثاني لمباراه اليوم. لحظات قليلة وهنبدأ مع حضراتكم أجواء هذا اللقاء، والكل وجماهير النادي الأهلي كلها طبعا مشتاقة إنها تشوف الفريق بعد التدعيمات الجديدة ومع المدير الفني الجديد مارسيل كولر المدير الفني السويسري، اللي نتمنى له كل التوفيق بإذن الله والنجاح مع النادي الأهلي في دوري هذا الموسم. طبعا على ايدنا اليمين النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين طبعا بالطبع الوانه المميزه، وعلى ايدنا الشمال نادي بتروجيت في مباراه اليوم وضربه البدايه، وبسم الله وعلى بركه الله بدانا مع حضراتكم احداث هذا اللقاء. مصطفى الجمل بيلعب الكره توصل في الخلف على طول عند احمد رضا، بيلعبها ناحيه اليمين عند وليد عبد المنعم، وادي كره انما الى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس لصالح النادي الاهلي في مباراه اليوم. رمي التماس من ناحية اليمين هيلعبها مازن أسامة، أدي أمامنا مازن بيلعبها على طول في الخلف وترجع الكرة في اتجاه اللاعب رامي ربيعة، أدي أمامنا رامي ربيعة بداية المباراة، وهنشوف بقى يعني الأداء للنادي الأهلي في مباراة اليوم. محمد نصير بيلعب الكرة في وسط الملعب، ترجع له مرة تانية، أدي محمد نصير بيلعب الكرة لرامي ربيعة كابتن الفرقة النهاردة، أدي رامي بيلعب الكرة الأمامية، ورامي بيلعب تمريرة أمامية كده إنما تصل إلى محمد أبو النجا حارس مرمى نادي بتروجيت في مباراة اليوم. أبو النجا بيلعبها لوليد عبد المنعم، وليد عبد المنعم بيلعب الكرة هنا ناحية اليمين عند سامح إبراهيم، سامح بيلعب الكرة الأمامية وترجع الكرة مرة تانية في اتجاه رامي ربيع بمنتهى الهدوء كده بيلعبها للاعب محمد نصير، اللي طبعا نصير بيكتسب خبرة كبيرة جدا من اللعب جنب واحد من النجوم الكبار طبعا اللي هو رامي ربيعة، ودي كرة ملعوبة في وسط الملعب أمامية كده في اتجاه اللاعب محمد محمود، أدي كرة تتلعب على طول من محمد فخري هناك ناحية اليمين وبيحاول عليها على طول هنا مازن إنما تتقطع وتوصل الكرة للاعبي بتروجيت، كرة كده في وسط الملعب زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا. مصطفى الجمال بيلعب كرة حلوة ناحية اليمين، وادي الانطلاقة على طول أمامنا والمحاولة من اللاعب توفيق محمد بيلعب كرة أمامية إنما على طول تدخل من اللاعب رامي ربيعة وتمر الكرة إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس. لاعب كبير جدا طبعا رامي ربيعة، واحد من النجوم في خط الظهر للنادي الأهلي لمباراة اليوم. توفيق محمد ورمية التماس لصالح نادي بتروجيت من ناحية اليمين، أدي أمامنا طبعا الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي، اتلعب الكرة عالية وعلى طول بيطلع اللاعب محمد نصير عالية وتوصل ناحية اليمين، كرة ملعوبة كده في وسط الملعب من لاعبي النادي الأهلي في اتجاه محمد محمود، توصل الكرة للاعب محمد فخري، محمد فخري بيلعبها في الوسط لأحمد سيد، اللاعب أحمد سيد بالمناسبة ده اللي هو رقم 41 مواليد 2002، واللاعب ده كان بيلعب مع النادي الأهلي في كأس الرابطة
في مركز الباك رايت، وكان متالق جدا الحقيقه، ولكن طبعا مارسيل كولر بيديله مركز جديد النهارده وبيجربه في مركز الوسط بجوار اللاعب محمد فخري. النادي الاهلي ومستقبل بقى لاعبيه الشباب المتميزين جدا. ادي فاول من ناحيه اليمين لصالح حسين الشحات، واحد من النجوم الكبار جدا حسين الشحات، ولما بيكون في مستواه يعني بيكسر الدنيا. حسين الشحات لعيب مهاري، لعيب متالق جدا ولعيب كبير. كل التوفيق طبعا لمارسيل كولر المدير الفني السويسري والجديد للنادي الاهلي. رامي ربيعه بيلعب الكره على طول لمحمد نصير. محمد نصير بيلعب الكره في وسط الملعب، استلام امامنا من اللاعب محمد فخري لنصير مره ثانيه الى رامي ربيعه. رامي بيلعب الكره هنا ناحيه الشمال وانطلاقه من مازن اسامه، وبيلعب كره بينيه اماميه. محمد محمود في وسط الملعب في اتجاه اللاعب احمد عبد القادر، بياخدها وماشي وعدى وماشي احمد عبد القادر. احمد عبد القادر مهاري جدا، احمد عبد القادر لعيب متميز، عدى واحد والتاني وعمل فنت كده واحتفظ بالكوره، ولعبها حلوه قوي في وسط الملعب. وادي على طول الكوره تتلعب من محمد فخري، ترجع لفخري مره ثانيه. فخري بيكتسب ثقه هذا اللاعب الحقيقه، وبيلعبها هناك ناحيه اليمين عند محمد هاني، انما على طول مقطوعه وتوصل الكوره ناحيه اليمين. وادي الانطلاقه للاعب احمد سيد، بيعدي وماشي وبيلعب كره بينيه حلوه قوي محمد هاني. وادي الكره العرضيه واول ركله ركنيه في المباراه للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، هذه المباراه الوديه امام نادي بتروجيت، استعدادا بقى ليه يعني المنافسات القوية جدا في الدوري وفي الكاس وفي بطولة افريقيا للنادي الاهلي. ركلة ركنية من ناحية اليمين للنادي الاهلي مشاهدينا الاعزاء. هنشوف بقى هل في جملة متفقين عليها ولا الفكر بقى للمدير الفني. شايف اتنين لعيبة كده من النادي الاهلي واقفين حوالين الكورة. ركلة ركنية احمد سيد وده مازن أسامة، بيلعب الكرة العرضية من مرة واحدة خطيرة، لكن على طول بقى هنا بيطلع محمد أبو الناجا كرة حلوة، وكان مكمل رامي ربيعة في اللقطة اللي فاتت دي. ترجع الكرة مرة تانية هناك ناحية اليمين، أدي الهجمة للنادي الأهلي، أدي الهجمة على طول تتلعب الكرة لمحمد هاني، بيحاول يعدي محمد هاني ولكن على طول تخبط فيه الكرة كده وتطلع وتبقى ركلة مرمى لنادي بتروجيت في مباراة اليوم. أدي أمامنا محمد هاني والكرة تمر إلى خارج الملعب، طلعت وبقت ركلة مرمى لصالح نادي بتروجيت في مباراة اليوم. والحارس اللي امام حضراتكم محمد ابو النجا، محمد ابو النجا حارس مرمى نادي بتروجيت. الانديه المتميزه جدا طبعا نادي بتروجيت. تتلعب الكوره اماميه من وليد عبد المنعم، عاليه لمسه راسيه كده توصل ناحيه اليمين. وادي الهجمه، بدايه الهجمه كده في اتجاه اللاعب توفيق محمد، ولكن تمر الكوره الى خارج الملعب، طلعت وبقت رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. مازن أسامة بيلعب الكرة إلى رامي ربيعة، لازال الهدوء مسيطر على أجواء المباراة مشاهدين الأعزاء. تتلعب الكرة في وسط الملعب على طول لأحمد سيد، أحمد سيد بيلعبها ناحية اليمين محمد هاني، محمد هاني بيلعب لرامي ربيعة، استلام وانطلاقة من رامي، بيلعبها هنا ناحية الشمال مرة تانية للاعب مازن أسامة. ترجع الكرة في الخلف إلى حارس المرمى علي لطفي، علي لطفي بيلعبها مره ثانيه لنصير، نصير في وسط الملعب واستلام من اللاعب احمد سيد، متحرك جدا وبيمضي على كل كوره وبيستلم بشكل متميز اللاعب احمد سيد ده. ترجع الكره من محمد محمود، كره في وسط الملعب وملعوبه مره ثانيه وانطلاقه للنادي بتروجيت من ناحيه اليمين، ولكن على طول ضغط في توقيت مناسب جدا من اللاعب احمد سيد. برافو يا ولد، بيلعب بشكل متميز جدا، عامل ماتش حلو لحد دلوقتي الحقيقه، وظاهر بشكل رائع جدا اللاعب احمد سيد في وسط الملعب للنادي الاهلي. وزي ما قلنا لحضراتكم هو تالق ايضا في مركز الباك اليمين الحقيقه هذا اللاعب. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب، ادي انطلاقه ومحاوله للنادي الاهلي. تتلعب الكره مره اخرى، محمد محمود بيلعب كره بينيه حلوه لاحمد عبد القادر ناحيه الشمال. عبد القادر، عبد القادر بيعدي وماشي، بيعدي وماشي من ناحيه شمال عبد القادر، دخل المنطقه ولعب كره عرضيه خطيره جدا، وترجع الكره مره ثانيه للنادي الاهلي. وادي حسين الشحات والتصويبه هنا في هذه اللقطه بقى امامنا من اللاعب احمد سيد، وترجع الكره مره ثانيه للاعبي بتروجيت. انما الحقيقه يعني ريحها بشكل حلو حسين الشحات للاعب احمد سيد اللي عنده ثقه وبيسدد في اتجاه المرمى بشكل متميز جدا، ولكن تعود الكره مره ثانيه. ادي طبعا المدير الفني مارسيل كولر، كل التوفيق ليه في قيادة النادي الأهلي وتحقيق طموحات جماهير النادي الأهلي اللي دائما ما تكون تبحث عن البطولة ولا شيء غير البطولة. الصدارة هي يعني السمة الأساسية للنادي الأهلي على طول، دايما الأهلي بيلعب على البطولة وبيلعب على كل البطولات اللي بيشترك فيها، وما بيرضاش سوى بالانتصار وبالفوز وتحقيق البطولات. ترجع الكرة مرة تانية، أدي الهجمة، احمد عبد القادر ناحيه الشمال، في لاعب واقع من بتروجيت، حكم اللقاء على طول مصطفى عثمان بيوقف اللعب علشان يطمئن على سلامه اللاعب اللي هو على ارض الملعب. وادي محمد فخري،
لاعب النادي الاهلي ايضا واقع على ارض الملعب. سلامات يا محمد، ان شاء الله يكون سليم ويقوم ويكمل المباراه مع فرقته في طبعا لقاء اليوم. الجهاز الطبي للنادي الاهلي على طول بينزلوا للاطمئنان على سلامه اللاعب اللي هو على ارض الملعب، وايضا الجهاز الطبي للنادي بتروجيت في مباراه اليوم، كل التوفيق ليهم طبعا، وان شاء الله اللعيبه تقوم وتكمل المباراه ويعودوا الى يعني منازلهم سالمين ويكملوا الموسم على خير مع الانديه بتاعتهم طبعا، النادي الاهلي ونادي بتروجيت. احماء من بعض اللاعبين طبعا خارج الملعب، وادي امامنا اللاعب محمد فخري بيقوم سليم الحمد لله. هل هيقدر يكمل ولا لا؟ هنشوف مع حضراتكم في احداث هذا اللقاء. وادي حكم اللقاء كابتن مصطفى عثمان بيعمل اسقاط كده. احمد عبد القادر، الكره طبعا كان مع النادي الاهلي. مازن اسامه، مازن اسامه على طول لرامي ربيعه، رامي في وسط الملعب لاحمد سيد، لرامي ربيعه مره تانية، استلام من رامي وبيلعب الكره ناحيه اليمين عند اللاعب محمد نصير. محمد نصير بيلعب كره بينيه الى رامي ربيعه، رامي ربيعه، وادي امامنا طبعا اللاعب محمد فخري. ترجع الكره مره تانية في وسط الملعب، احمد سيد، حسين الشحات بيلعب كره بينيه حلوه قوي خطره جدا يا ولد يا لعيب يا حسام، يا حسن، حسام حسن يسجل الهدف الاول في مباراه اليوم. اسيست رائع جدا من اللاعب حسين الشحات، وحسام حسن يعود للتهديف من جديد، ويعني هدف رائع جدا، اسيست رائع جدا من حسين الشحات، ويا حته سكره كرتك في الشبكه منوره يا حسام يا حسن. حسام حسن بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء، علشان يتقدم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، انما تمريره في منتهى الجمال الحقيقه من اللاعب حسين الشحات الى حسام حسن اللاعب الهداف واللاعب المتالق جدا الحقيقه، اللي قدر ان هو يسجل الهدف الاول في مباراه اليوم للنادي الاهلي. لازال محمد فخري يتلقى العلاج، والاهلي بقى 10 لاعبين قدر ان هو يسجل هدف اول في مرمى نادي بتروجيت في مباراة اليوم عن طريق بقى اللاعب حسام حسن اللي سجل الهدف الأول للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء. ترجع الكرة مرة تانية هادي رياض بيلعب كرة أمامية عالية، وترجع من نصير في وسط الملعب، مهمة صعبة طبعا لنادي بتروجيت في هذا اللقاء، وادي كرة عرضية تتلعب وتوصل مرة تانية من محمد محمود. شوف محمد محمود راجع فين، وتتلعب الكرة توصل لمحمد هاني ناحية اليمين، وبداية رائعة جدا للنادي الأهلي في مباراة اليوم. وادي بقى طبعا هنا مارسيل كولر أكيد سعيد بالهدف اللي سجله اللاعب حسام حسن. ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب، المدير الفني يحب جدا ان اللاعب اللي هو طبعا بيلعب في مركز تسعه ده يقدر ان هو يعني يسجل اهداف دايما. ادي كره ملعوبه حلوه قوي ناحيه الشمال عند احمد عبد القادر، احمد عبد القادر المهاره لاحمد عبد القادر، بيحاول يعدي مره ثانيه، عدى احمد عبد القادر وضغطوا عليه ثلاثه، وعلى طول بيتدخل اللاعب توفيق محمد وبيطلع الكره الى خارج الملعب، وتبقى ركله ركنيه للنادي الاهلي. هل اداها فاول حكم اللقاء لبتروجيت؟ هنشوف. لا والله يبدو انها ركله ركنيه، وفي لاعب واقع من النادي الاهلي برضو على ارض الملعب. محمد فخري يبدو انه مش قادر يكمل الحقيقه في مباراه اليوم. ادي رامي ربيعه كابتن الفرقه تلقى بعض التعليمات كده من مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي في مباراه اليوم، وركله ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. ادي امامنا رامي ربيعه كابتن الفرقه النهارده، والركلة الركنية للنادي الأهلي من ناحية الشمال جاي لها المرة دي اللاعب طبعا هنا محمد هاني. ركلة ركنية بتتلعب على طول عرضية من محمد هاني من دفاعات نادي بتروجيت، ترجع الكرة لحسين الشحات وتصويبة من حسين الشحات نبع على طول مقطوعة، وتعود الهجمة لنادي بتروجيت، ودي كرة ملعوبة أمامية، إنما بيتدخل في توقيت مناسب تماما اللاعب مازن أسامة اللي كان عامل التغطية وبيقطعها بيلعبها في اتجاه محمد محمود. محمد محمود بيرجع في الخلف لرامي ربيعة، رامي ربيعة بيستلم رامي وبيلعب كرة بينية حلوة قوي في وسط الملعب كده في اتجاه اللاعب فخري اللي بيلعبها لمحمد هاني. ترجع الكرة مرة تانية ناحية الشمال عند أحمد عبد القادر بيسند على حسام حسن، إنما على طول توصل الكرة إلى خارج الملعب، طلعت وبقت رمي التماس. رمي التماس
من ناحية اليمين لصالح نادي بتروجيت في أحداث هذا اللقاء. رمي التماس من ناحية اليمين لبتروجيت، اتلعبت الكرة في وسط الملعب ومحاولة في هذه اللقطة للاعب أحمد سيد وبياخد فاول نادي بتروجيت. تتلعب الكرة في اتجاه اللاعب توفيق محمد بيلعبها هناك ناحية الشمال، استلام وانطلاقة من اللاعب أحمد رضا. أحمد رضا في وسط الملعب بيلعب كرة بينية وتوصل مرة تانية هجمة لنادي بتروجيت، والمحاولة من مصطفى الجمل بيلعب كرة بينية حلوة قوي ولكن في تسلل رايو صفارة. تبديل للنادي الأهلي، خرج محمد فخري اللي ما قدرش طبعا ان هو يكمل المباراة مشاهدينا الأعزاء متأثرا بإصابته، حظه مش حلو النهاردة. طبعا اللعيبة كلها بتبقى عايزة انها تلعب اكبر فترة واكبر قدر ممكن من الوقت علشان يقدر ان هو طبعا يثبت للمدير الفني كفاءته وحقيته بالمشاركة والاعتماد عليه كلاعب في النادي الأهلي في ظل طبعا كل المنافسات القوية اللي احنا عارفينها والضغط اللي دايما بيكون موجود على اللاعبين للنادي الأهلي. ترجع الكرة مرة تانية للاعب رامي ربيعة. رامي بيلعب الكرة هناك ناحية اليمين، استلام من هاني، هاني بيلعبها والكرة إلى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس من ناحية اليمين لصالح النادي الأهلي. تتلعب الكرة مرة تانية، استلام من اللاعب مازن أسامة. مازن أسامة بيلعب كرة بينية حلوة، وادي حسام بيريح الكرة لمحمد محمود. محمد محمود عايز يغير الملعب هناك ناحية اليمين عند حسين الشحات. ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب للاعب أحمد سيد. والله عجبني جدا أحمد سيد ده، متحرك بشكل متميز في وسط الملعب والله. ادي محمد هاني ناحية اليمين، محمد هاني بيعود في الخلف مرة تانية، الكرة ترجع له وتوصل لنصير اللي بدأ يتقدم لقدام وبيلعب كرة بينية بيغير الملعب من اليمين للشمال كده انما اطول من اللازم، ما يقدرش يجيبها اللاعب مازن اسامة، تطلع وتبقى رمية تماس لنادي بتروجيت من ناحية اليمين عند اللاعب اللي امام حضراتكم توفيق محمد. ادي مارسيل كولر مدير الفني للنادي الاهلي ورمية تماس لنادي بتروجيت، تتلعب على طول توفيق محمد بيلعب كرة امامية في اتجاه اللاعب اسلام هشام انما على طول مقطوعة لرامي ربيعة. رامي وكان معاه طبعا هنا اللاعب مازن اسامة، تتلعب على طول امامية عالية من احمد سيد. كاميرا طبعا دايما على المدير الفني. ترجع الكرة في الخلف للاعبي بتروجيت عن طريق اللاعب وليد عبد المنعم، بيفتح الملعب هناك ناحية الشمال سامح ابراهيم بيحاول يعدي سامح وهاني، ياخدها منه هاني، خبرة كبيرة جدا طبعا لمحمد هاني، بيلعبها ناحية اليمين عند حسين الشحات. حسين عايز يعدي انما مقطوعة منه، ياخدها منه على طول اللاعب توفيق وترجع الكرة في وسط الملعب. مصطفى الجمل بيلعب كرة امامية، رامي ربيعة بمعلمة كده وبمنتهى العقل على طول بيلعب الكرة لمحمد محمود، ترجع لرامي مرة تانية بيعدي وماشي. رامي بيلعبها في وسط الملعب، استلام من حسام حسن، نقلات جميلة وبيخرجوا بالكورة بشكل حلو لاعبي النادي الأهلي. ادي محمد هاني ناحية اليمين بيعدي وماشي وعلى طول بيسند على حسين الشحات، المهارة بقى لحسين اللي بيهدى على الكورة تماما وبيرجع الكورة ناحية وسط الملعب للاعب أحمد سيد. أحمد سيد بيلعبها لمازن أسامة ناحية الشمال، مازن أسامة بيلعبها مرة تانية لرامي ربيعة. رامي ربيعة بيعدي وماشي رامي وبيلعب الكرة لحسين الشحات ناحية اليمين. حسين الشحات بيلعبها مرة تانية لمحمد هاني، محمد هاني بيلعبها لحسين الشحات لمحمد هاني، محمد هاني ومحاولة مرة تانية انما تخبط وتطلع وتبقى رمي التماس. تتلعب الكرة للاعبي بتروجيت. ادي امامنا علي لطفي واحد من الحراس اللي تألق جدا الحقيقة مع النادي الأهلي، وترجع الكرة وادي محاولة من أحمد عبد القادر إنما الكرة تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس. هادي رياض لاعب نادي بتروجيت تلعب الكرة مرة تانية للنادي الأهلي. ادي أحمد سيد في وسط الملعب، استلام من اللاعب أمامنا هنا حسام حسن بيلعبها هناك إنما أطول من اللازم على محمد هاني وتطلع وتبقى رمية تماس من ناحية الشمال لصالح نادي بتروجيت. رمية تماس من ناحية الشمال لصالح نادي بتروجيت. ادي طبعا دكة البدلاء للنادي الاهلي في مباراة اليوم
فاول لصالح نادي بتروجيت من ناحية الشمال. نذكر حضراتكم مشاهدين الأعزاء مشاهدي شاشة قناة الأهلي أن نادي الأهلي متقدم بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب حسام حسن من أسيست رائع الحقيقة للاعب حسين الشحات هنا في استاد الأهلي والسلام ومباريات الأهلي الودية وأولى المباريات أمام بتروجيت. وهذه كرة خطيرة جدا داخل منطقة الجزاء عند اللاعب إسلام هشام ولكن تصل إلى حارس المرمى اللي أمام حضراتكم علي لطفي علي لمحمد محمود يا ولد يا لعيب وترجع الكرة مرة تانية فاول لصالح نادي بتروجيت على اللاعب محمد محمود. محمد محمود واحد من اللاعبين طبعا المتميزين جدا مع النادي الاهلي. بالمناسبه يعني جماهير الاهلي بتحب اللعيبه اللي هي زي محمد محمود دي. ادي كره عرضيه داخل منطقه الجزاء وترجع الكره مره ثانيه هنا ناحيه الشمال عند اللاعب مازن اسامه بيحاول يعدي وماشي وترجع الكره للاعب توفيق محمد. توفيق محمد لما بيجي احمد سيد يا ولد يا احمد يا سيد وبيحضن على كورته ويحرسها وياخد منها ركله مرمى. برافو احمد سيد الحقيقه. هذه الكره تتلعب رامي ربيعه بيلعبها ناحيه مازن اسامه. مازن اسامه لرامي ربيعه مره ثانيه. رامي ربيعه لسه الكره مع رامي بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال انما على طول مقطوعه لنادي بتروجيت. كره في وسط الملعب كده وتوصل للاعب احمد سيد يا ولد يا لعيب يا احمد. بيلعب كره بينيه حلوه لمحمد محمود اللي بيلعب اسيست رائع جدا في اتجاه اللاعب احمد عبد القادر انما توصل الكره الى محمد ابو النجم. شايفين كده الحقيقه لاعبي النادي الاهلي بيلعبوا كرات طوليه من وسط الملعب كده في اتجاه المهاجمين ورا خط ظهر كده لاعبي بتروجيت. يبدو ان دي تعليمات بقى من مارسيل كولر المدير الفني. ترجع الكره مره ثانيه ناحيه اليمين هناك محمد هاني. محمد هاني لسه الكره مع محمد بيلعبها على طول في الخلف في اتجاه محمد نصير. ترجع الكره في وسط الملعب احمد سيد فاول للاعب احمد سيد. متحرك جدا زي ما قلنا لحضراتكم اللاعب احمد سيد عامل ماتش حلو لحد دلوقتي في وسط الملعب. حسين الشحات احمد سيد حسين رامي ربيعه. رامي بيلعب الكره مره ثانيه في الخلف في اتجاه اللاعب نصير اللي بيلعبها في وسط الملعب. حسين الشحات مره ثانيه حسين لرامي ربيعه. نقلات وسيطره من لاعبي النادي الاهلي على الكوره زي ما حضراتكم شايفين بيحركوا الملعب براحتهم تماما. ادي رامي ربيعه هل بقى يخترقوا من العمق ولا هيفتحوا الملعب على الاجناب. هنشوف احمد عبد القادر رامي ربيعه اللي بدا يزيد وبدا يكمل ويشارك زملائه في المهام الهجوميه في مباراه اليوم. محمد هاني ناحيه اليمين بيلعب كره في اتجاه حسين الشحات عداها حسين لمحمد هاني وعرضيه خطيره جدا ومحاوله كده في اتجاه اللاعب اللي امام حضراتكم حسام حسن لما توصل الكره لمحمد ابو النجا. محمد ابو النجا حارس مرمى نادي بتروجيت في مباراه اليوم. انما هجمه حلوه اللي اتلعبت دي يعني تعاون جميل بين حسين الشحات وبين اللاعب محمد هاني وكره كانت عرضيه متميزه. وادي مارسيل كولر عليك مسؤوليه كبيره جدا طبعا امام جماهير النادي الاهلي ان شاء الله كل الثقه في المدير الفني السويسري. ترجع الكره مره ثانيه احمد عبد القادر بيلعب كره بينيه اماميه وتصل في الخلف في اتجاه اللاعب هادي رياض اللي بيلعبها لوليد عبد المنعم. وليد عبد المنعم بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال عند احمد رضا. احمد رضا في وسط الملعب لمصطفى الجمل. مصطفى الجمل بيلعبها مره ثانيه لمحمد الكارته في وسط الملعب للاعب محمد الجمل اللي بيلعبها وترجع الكره هجمه للنادي الاهلي. حسين الشحات بيلعب كره بينيه حلوه خطره جدا خطره جدا داخل منطقه الجزاء وركله جزاء وركله جزاء ركله جزاء للنادي الاهلي في مباراه اليوم. كابتن مصطفى عثمان حكم اللقاء بيدي ركله الجزاء للنادي الاهلي. كان في دفعه كده من مدافع بتروجيت وركله جزاء للنادي الاهلي في مباراه اليوم. يعني الحقيقه لما قطع الكره لعبوها بسرعه جدا اللاعب حسين الشحات النهارده عامل مباراه متميزه جدا وبيلعب الاسيستات بشكل رائع جدا لاعب الحقيقه حسين الشحات وقدر ان هو يصنع ركله الجزاء للنادي الاهلي في مباراه اليوم. وهنشوف بقى رامي ربيعه ومواجهه مع محمد ابو النجا. رامي ربيعه ومحمد ابو النجا وركله جزاء للنادي الاهلي فرصه طبعا لاضافه الهدف الثاني في مباراه اليوم. يعني الاهداف والاداء بشكل رائع اكيد بيدي ثقه كبيره ويرفع الروح المعنويه في بدايه الموسم للاعبي النادي الاهلي. دايما ثقتهم بنفسهم بتكون في السماء. يعني تيشيرت النادي الاهلي حاجه عظيمه جدا طبعا. ادي امامنا بقى هنا رامي ربيعه
ويبدو ان كان في انذار كده لواحد من لاعبي بتروجيت ولا ايه، هنشوف. انما رامي ربيعه وركله جزاء للنادي الاهلي، رامي ومحمد ابو النجا، رامي ومحمد ابو النجا ورامي ربيعه ورامي داخل رامي داخل رامي، يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب، حطها حلوه جدا على يسار حارس المرمى محمد ابو النجا علشان يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم، وابتسامه سعاده طبعا من اللاعب رامي ربيعه بنجاحه في تسجيل ركله الجزاء طبعا واضافه الهدف الثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم. اداء رائع جدا للنادي الاهلي وبدايه متميزه في احداث هذا اللقاء امام نادي بتروجيت هنا بملعب الاهلي، والسلام واثنين لا شيء للنادي الاهلي مشاهدينا الاعزاء. اثنين لا شيء للاهلي، وكان امامنا مارسيل كولر، وادي على طول لاعبي بتروجيت زي ما قلنا وتحدثنا، الامور صعبه للاعبي بتروجيت في مباراه اليوم. تلتقي النادي الاهلي اعظم نادي في الكون طبعا. محمد هاني، محمد هاني في وسط الملعب، احمد سيد لعيبه النادي الاهلي بداوا يثقوا في اللاعب احمد سيد في مركزه الجديد، ادي طاهر محمد طاهر طبعا وعمرو السليه واجراء لعمليات الاحماء كده. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب، يعني كنا بنتكلم وبنقول ان لعيب الاهلي بداوا يثقوا في اللاعب احمد سيد في مركزه في وسط الملعب، تحركاته جيده جدا اللاعب ده، وعلشان كده كل لعيب الاهلي بيسندوا عليه بيستلم الكره بشكل متميز الحقيقه. ادي محمد هاني وفاول للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء، الاهلي اللي متقدم بهدفين مقابل لا شيء مشاهدينا الاعزاء مشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي. ادي فاول من ناحيه اليمين لصالح محمد هاني. محمد هاني الركلات الثابته واهميه استغلال الركلات الثابته الحقيقه كلنا عارفين انها مهمه جدا في كره القدم الحديثه، ياما حسمت بطولات وانجازات ويعني غيرت مسار مباريات الكرات الثابته، علشان كده لابد من استغلالها بشكل متميز جدا. الاهلي سجل هدف من ركله ثابته النهارده اللي هي ركله الجزاء طبعا للاعب رامي ربيعه اللي كان الهدف الثاني. في لعيبه بتكون مميزه جدا في تنفيذ الفاولات سواء بقى على مره واحده في اتجاه المرمى او جمله متفقين عليها وكلنا عارفين طبعا اهميتها، وفي بعض المدربين كده بيشجعوا او يعني ان هم يعملوا فقرات تدريبيه مخصصه للركلات الثابته. وادي كوره حلوه، ادي كوره حلوه 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 حلوه، لسه بنتكلم عن اهميه استغلال الركلات الثابته، واستغلالها جاء بالشكل الامثل وكانهم بيترجموا كلامي بالظبط في اللقطه اللي فاتت دي، وكره من محمد هاني وتصويبه كده في اللقطه الماضيه، هل بقى كان اللاعب احمد سيد ولا مين، انما حلوه الكره في اتجاه محمد ابو النجا حارس مرمى نادي بتروجيت. ادي اهميه الركلات الثابته وترجع الكره، ده كان محمد محمود اللي امام حضراتكم هو اللي سدد في اللقطه الماضيه. والله يعني وحشنا الاهداف والتصويبات القويه والجميله من اللاعب محمد محمود، لعيب متالق ولعيب متميز هو وكل زملائه طبعا في النادي الاهلي. رمي التماس، ادي محمد محمود، واضح جدا الحماس على لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. وادي مازن اسامه، مازن اسامه بيلعب الكره على طول في الخلف للاعب رامي ربيعه. رامي ربيعه لسه الكره مع رامي اللي بيعيدها على طول الى حارس المرمى علي لطفي. علي بيلعب الكره الاماميه علي لطفي عاليه ومعديه واصله هناك ناحيه الشمال عند اللاعب حسين الشحات، انما مقطوعه منه، وترجع الكره في اتجاه اللاعب سامح ابراهيم بيلعبها في وسط الملعب لاحمد رضا اللي بيلعب كره اماميه عاليه، ومحاوله هنا من اللاعب طارق ابو غنيمه. ادي طارق ابو غنيمه بيحاول يعدي طارق، طارق بيعدي من ناحيه شمال طارق، ومحاوله كده وكره، انما محمد نصير كان معاه والكره الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى. حاول يعدي اللاعب طارق ابو غنيمه في اللقطه اللي فاتت دي من اللاعب محمد نصير اللي عمل التغطيه المتميزه واجبره ان هو يخرج بالكوره، وطلعت وبقت ركله مرمى. تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل للاعبي النادي الاهلي. ادي الهجمه المرتده بقى، اقل لمسات في اسرع توقيت، هل ينطبق الكلام ده؟ احمد عبد القادر، احمد عبد القادر المهاره، احمد عبد القادر بيعدي وماشي داخل المنطقه، لكن تدخل من اللاعب وليد عبد المنعم وعلى طول الكره تمر الى خارج الملعب. محاولة لاستغلال مهارة من اللاعب أحمد عبد القادر في اللقطة الماضية، لعيب مهاري ولعيب عنده حلول، و هنشوف حارس المرمى هنا محمد أبو النجا. ركلة ركنية للنادي الأهلي من ناحية الشمال، ركلة ركنية، ولاعبي بتروجيت كده كانوا بيطالبوا إن الكرة ركلة مرمى. ركلة ركنية للنادي الأهلي، محمد هاني، محمد هاني شوفوا بقى الكرة اللي كان لعبها بشكل متميز جدا للاعب محمد محمود اللي خدها
يعني فيرست تايم كده بشكل كان رائع جدا والله. لو كانت سجلت هدف كان هيبقى هدف جميل جدا. ادي الكره مره ثانيه وهناك تنويع وادي محاوله من حسام حسن ولكن بقى الكره بفاول. فاول لنادي بتروجيت. ادي امامنا كابتن مصطفى عثمان حكم اللقاء بيدي الفاول لمحمد ابو النجا حارس مرمى بتروجيت في مباراه اليوم. مارسيل كولر بيتكلم مع اللعيبه. تتلعب الكره مره ثانيه للاعبي بتروجيت تعود في الخلف للاعب هادي رياض بيلعب كره اماميه. توفيق محمد بيحاولوا مع احمد عبد القادر. توفيق واحمد عدى توفيق ولعب كره في وسط الملعب كده وانطلاقه امامنا من اللاعب محمود فيليكس انما على طول مقطوعه وتوصل مره ثانيه توفيق بيلعبها ناحيه اليمين انما يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب حلو والله. اتلعبت بشكل متميز جدا من اللاعب مازن اسامه. ادي مازن بيعيدها في الخلف في اتجاه الحارس علي لطفي. علي لطفي موقف صعب ولعبها علي لطفي على طول لنصير ولكن حكم اللقاء بيقول ان الكره عدت وطلعت وبقت ركله مرمى ركله ركنيه لنادي بتروجيت من ناحيه اليمين. ركله ركنيه. وادي امامنا مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وركله ركنيه لنادي بتروجيت من ناحيه اليمين مشاهدينا الاعزاء. موقف كان صعب طبعا على علي لطفي في اللقطه الماضيه. وادي الركله الركنيه لنادي بتروجيت بتتلعب على طول عرضيه عاليه ولمسه راسيه انما الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى من اللاعب طارق ابو غنيمه اللي امام حضراتكم لاعب نادي بتروجيت في مباراه اليوم صاحب القميص رقم 18. علي لطفي وركله مرمى للنادي الاهلي بيلعبها على طول الى رامي ربيعه. رامي ربيعه يكون خطر في بعض الاحيان يعني الكرات اللي هي بتتلعب وتعود الى حارس المرمى دي لازم الحارس يكون مركز والمدافعين يعني يكونوا واخدين حذرهم تماما. طبعا احمد عبد القادر ناحيه شمال احمد عبد القادر بيلعب كره بينيه حلوه استلام من محمد من هنا حسام حسن تتلعب الكره مره ثانيه وتوصل في وسط الملعب استلام ومحاوله من لاعبي بتروجيت. وادي كره اماميه الصوره دايما مع مارسيل كولر. وادي الهجمه لصالح نادي بتروجيت اسلام هشام بيلعبها ترجع ناحيه اليمين عند اللاعب توفيق محمد. وادي بقى تدخل يعني عنيف شويه ونتمنى السلامه هنا. ادي امامنا اللاعب احمد سيد بياخد انذار. احمد سيد بياخد انذار لاعب النادي الاهلي مواليد 2002 صاحب القميص رقم 41 عامل ماتش حلو قوي الحقيقه اللاعب احمد سيد انما انذار. التدخل كان قوي في اللقطه اللي فاتت. في بعض الاحيان اللاعب ما بيشعرش باللي ممكن يعني ايه قوه التدخل والامور دي كلها من فرط الحماس داخل ارض الملعب كنا يعني عايز ان هو يثبت انه جدير بالتواجد في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي وانه يؤدي برجوله وحماس كبير جدا ولكن يعني لابد من اخذ الحذر والحيطه في بعض التدخلات والامور دي كلها لانه الحصول على انذارات ممكن يكلف امور يعني مش كويسه لو طبعا تلونت البطاقات. رمي التماس من ناحيه اليمين لنادي بتروجيت تتلعب على طول عرضيه داخل منطقه الجزاء ومحاوله مره ثانيه للاعبي بتروجيت في مباراه اليوم وتعود الكره للاعب مصطفى الجمل اللي بيلعبها ناحيه شمال ومحاوله مره اخرى للاعب سامح ابراهيم بيحاول يعدي سامح ابراهيم ولكن تدخل من اللاعب احمد اشرف صاحب القميص رقم 88 اللي كان نزل مكان اللاعب محمد فخري. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب استلام ومحاوله من اللاعب احمد عبد القادر. احمد عبد القادر بيلعبها في وسط الملعب اشرف بيلعب كره بينيه حلوه محمد محمود وادي تمريره اماميه حلوه حلوه ناحيه شمال حسين الشحات والعرضيه خطره جدا. وادي بقى الكره احمد عبد القادر. احمد عبد القادر ويفرق ايه الورده عنك غير انه واخد جماله منك يا ولد يا لعيب يا احمد يا عبد القادر انما يعني كره بينيه رائعه جدا في اتجاه حسين الشحات لعبها عرضيه حارس المرمى تصدى ليها محمد ابو النجا رجعت لاحمد عبد القادر اللي سجل الهدف الثالث للنادي الاهلي في احداث الشوط الاول من هذا اللقاء. اداء رائع وتالق كبير من لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء واحمد عبد القادر يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. دون ملاحظاتك يا عمنا مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي. ثلاثه النادي الاهلي لا شيء نادي بتروجيت في مباراه اليوم. سجل اهداف حسام حسن الهدف الاول رامي ربيعه من ركله جزاء واحمد عبد القادر يسجل الهدف الثالث. مصطفى شوبير طبعا امام حضراتكم
ترجع الكرة مرة تانية وتوصل في وسط الملعب واستلام ومحاولة في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء من واحد من نجوم المباراة اللاعب أحمد سيد اللي بيعيدها مرة تانية إلى رامي ربيعة إلى علي لطفي حارس المرمى. علي لطفي بيلعبها إلى رامي ربيعة. رامي ربيعة كابتن الفرقة يتقدم الأمام، كابتن الفرقة في مباراة اليوم طبعا. هذه كرة بينية حلوة وهذه الانطلاقة والمحاولة في هذه اللقطة. هنشوف بقى هنا تتلعب من حسام بيلعبها ناحية الشمال عند اللاعب مازن أسامة، عرضية عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن على طول بيطلع دفاع بتروجيت أخطأوا كده ودخلوا في بعض اللاعب هادي رياض وأحمد رضا في اللقطة الماضية. إنما ترجع الكرة في وسط الملعب في اتجاه اللاعب مصطفى الجمل اللي بيلعب كرة بينية توصل مرة تانية ناحية اليمين عند اللاعب محمد نصير اللي بيلعبها لمحمد هاني. محمد هاني استلام من محمد هاني بيلعبها في وسط الملعب ليه اللاعب أحمد أشرف. أحمد أشرف بيلعب كرة بينية حلوة لمحمد محمود لحسين الشحات لمحمد محمود مرة تانية. محمد محمود بيحاول ولكن على طول بقى في هذه اللقطة يطلع محمد أبو النجا ويمسك الكرة. لاعبي الأهلي الحقيقة بيطلعوا بالكرة بشكل حلو وبيلعبوها بشكل متميز جدا في الأمام. يعني الكرات البينية بتتلعب بشكل رائع جدا في مباراة اليوم، شفنا أكتر من كرة وتسببت فيها هدفين وركلة جزاء للنادي الأهلي في أحداث هذا اللقاء. ترجع الكرة مرة تانية. أدي محاولة. وتتلاعب الكرة في اتجاه اللاعب رامي ربيعه في وسط الملعب، استلام ومحاولة من اللاعب أحمد أشرف، يا ولد العيب بيلعب كرة بينية حلوة، هناك ناحية اليمين عند اللاعب حسين الشحات، إنما مقطوعة وتوصل في اتجاه اللاعب سامح إبراهيم، سامح إبراهيم بيلعبها في وسط الملعب لمصطفى الجمل، مصطفى بيلعبها مرة تانية في اتجاه اللاعب وليد عبد المنعم، بيلعبها مرة تانية هناك ناحية الشمال عند سامح إبراهيم اللي بيلعب كرة أمامية، إنما تمر إلى خارج الملعب وتطلع وتبقى رمية تماس للنادي الأهلي. رمية تماس للأهلي. محمد هاني. محمد هاني على طول محمد هاني بيلعبها في وسط الملعب لأحمد سيد، استلام من أحمد سيد ومرور وانطلاقة، بيلعبها مرة تانية ناحية الشمال عند اللاعب مازن أسامة. مازن لأحمد عبد القادر بينقل الكرة بشكل متميز لاعبي الأهلي من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. أدي على طول مازن أسامة بيلعبها لرامي ربيعة، رامي على طول بيلعب لنصير اللي بيتقدم الأمام وماشي وبيفتح الملعب هناك ناحية اليمين عند اللاعب محمد هاني. محمد هاني لحسين الشحات، حسين الشحات بيلعبها في الخلف على طول لنصير، نصير بيلعب لرامي ربيعه نقلات، وزي ما حضراتكم شايفين نقلوا الملعب من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. ترجع الكره مره ثانيه، ادي الهجمه والمحاوله للاعبي النادي الاهلي اللي بيضغطوا على لاعبي بتروجيت. توفيق محمد بيلعب كره اماميه توصل في وسط الملعب للجمل بيحاول يعدي، انما يا ولد العيب يا ولد يا لعيب يا احمد سيد عامل ماتش حلو قوي احمد سيد الحقيقه، الصوره بتتكلم امام حضراتكم. ادي احمد سيد اهو بيعدي وماشي، تالق في مركز الباك اليمين ومارسيل كولر كان عنده رؤيه كده ولعبه في وسط الملعب واللاعب تالق جدا واثبت جداره حتى الان في احداث هذا اللقاء. حسين الشحات فاصل من المهاره كده في اللقطه الماضيه. ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب للاعب رامي ربيعه. رامي بيلعب كره بينيه حلوه واستلام من محمد محمود، لف ودوران وانطلاقه حلوه ومحاوله، انما على طول ضغطوا عليه لاعبي بتروجيت وجابوها وتتلعب على طول اماميه توصل للاعب مازن اسامه. سيطره من النادي الاهلي، متقدمين بثلاث اهداف مقابل لا شيء حتى الان وماسكين الكره بشكل متميز جدا الحقيقه. وادي الكرة تتلعب ناحية اليمين عند اللاعب محمد هاني. محمد هاني بيلعبها في الخلف مرة تانية لنصير. ادي الكابتن سيد عبد الحفيظ بقى والجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي. ترجع الكرة ناحية الشمال أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر بيحاول يعدي إنما على طول بيضغط وبيجيبها اللاعب توفيق محمد وبيلعب كرة لفيليكس. فيليكس ناحية اليمين. محمود فيليكس بيلعب كرة بينية حلوة. وادي الهجمة إسلام هشام بيلعب كرة حلوة لفيليكس. ادي فيليكس أهو بيلعب كرة عرضية. كرة عرضية هناك ناحية الشمال بيحاول عليها على طول هنا أمامنا اللاعب مصطفى الجمل، إنما يعني الكرة أسرع منه وتطلع وتبقى رمية تماس للنادي الأهلي من ناحية اليمين للاعب محمد هاني. عودة هنا أحمد أشرف. أحمد أشرف لمحمد هاني في وسط الملعب، استلام من حسين الشحات. حسين الشحات لسه الكرة مع حسين بيلعبها في وسط الملعب مرة تانية لمحمد محمود اللي بيغير الملعب هنا ناحية الشمال عند اللاعب أحمد عبد القادر. أحمد عبد القادر لمحمد محمود لأحمد عبد القادر. مازن أسامة. أحمد سيد. أحمد أشرف. محمد هاني. أحمد أشرف مرة تانية بيلعبها لرامي ربيعة. رامي بيفتح الملعب ناحية الشمال عند اللاعب مازن أسامة. مازن أسامة لرامي ربيعة. أدي رامي. يعني خلي بالكو الكرات اللي هي بتتلعب من الشمال لليمين دي والعكس بيحاولوا إن هم يعني يفتحوا الملعب ويفتحوا ثغرة في دفاع نادي بتروجيت، لان بتروجيت كلهم يعني بيرجعوا لوسط ملعبهم لما الاهلي بيمسك الكوره. ادي محمد محمود بيلعب كوره بينيه هناك ناحيه اليمين عند محمد هاني، يا ولد يا ولد على الاستلام والكره العرضيه، كره عرضيه حلوه
يعني الفكره بتاعتها حلوه، انما التنفيذ كان ينقصه بعض الدقه كده، لان محمد هاني يعني ما كانش في وضعيه جسمانيه او بوزيشن متميز في اللقطه الماضيه دي، وقلش الكوره. ترجع الكوره للاعب رامي ربيعه، ادي امامنا هنا مارسيل كولر، احمد اشرف، استلام من محمد هاني ناحيه اليمين، حسين الشحات، بدلاء النادي الاهلي الموجودين النهارده. ترجع الكره مره ثانيه، وادي احمد اشرف، احمد اشرف بيلعب الكره في وسط الملعب انما مقطوعه من اللاعب احمد سيد. وادي الهجمه تتلعب للنادي بتروجيت، وتصويبه وركله ركنيه، تصويبه من اللاعب اسلام هشام، والكره الى خارج الملعب وركله ركنيه النادي بتروجيت من ناحيه الشمال. ادي مارسيل كولر وابتسامه كده، وادي حكم اللقاء كابتن مصطفى عثمان بيدي ركله ركنيه لنادي بتروجيت من ناحيه الشمال. احداث الشوط الاول مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشه قناه الاهلي، والاهلي متقدم على بتروجيت بثلاث اهداف مقابل لا شيء حتى الان، سجلهم حسام حسن، رامي ربيعه، احمد عبد القادر. ركله ركنيه من ناحيه الشمال رايح لها مصطفى الجمل لنادي بتروجيت من الجانب الايسر من ملعب المباراه. مشاهدينا في كل مكان، ركله ركنيه لنادي بتروجيت، ادي الركله الركنيه بتتلعب على طول عرضيه عاليه، وطالع على طول علي لطفي يا ولد لعيب علي بقبضه اليد على طول بيطلع الكوره. ترجع مره ثانيه توفيق محمد بيلعب كوره عرضيه، توفيق عاليه ومعديه، انما ترجع من مصير، وادي كوره تصويبه قويه من اللاعب محمود فيليكس، انما علي لطفي على طول بيمسك. علي لطفي بيبدا الهجمه لمازن اسامه ناحيه الشمال، مازن بيلعبها احمد عبد القادر، كره في وسط الملعب، نقلات ومحاوله وتتلعب على طول اماميه انما الى خارج الملعب طلعت وبقت رمي التماس. رمي التماس حسام حسن، ورمي التماس للنادي الاهلي، مازن اسامه، مازن اسامه لرامي ربيعه، رامي ربيعه الى علي لطفي حارس المرمى للنادي الاهلي في مباراه اليوم. علي لطفي، علي لطفي بيلعب الكره مره ثانيه لرامي ربيعه ناحيه الشمال اللي بيتقدم الامام. رامي لسه الكره معاه، رامي ربيعه، رامي بيهدى على كورته، رامي وبيغير الملعب هناك ناحيه اليمين عند اللاعب محمد هاني الى حسين الشحات. حسين عايز يلعب كره بينيه حلوه مع اللاعب محمد هاني اللي عمل معاه الاوفرلاب كده انما مقطوعه، وترجع الكره مره ثانيه للاعبي بتروجيت. وادي الهجمه كره بينيه حلوه، وادي انطلاقه من اللاعب فيليكس، محمود فيليكس، محمود فيليكس بيعدي محمود انما بيضغط عليه على طول وبيجيبها اللاعب احمد اشرف. وادي كره ملعوبه في وسط الملعب، محمد محمود بيلعب كره بينيه حلوه قوي، وانطلاقه من ناحيه اليمين حسين الشحات، المهاره بقى هنا والسرعه، حسين الشحات، حسين الشحات هنشوف هيعمل ايه، هيتصرف ازاي، بيلعب كره عرضيه خطيره جدا داخل منطقه الجزاء انما تمر الكره بعرض الملعب كده وما تجدش اي حد من لاعبي النادي الاهلي، وتصل الى توفيق محمد اللي بيلعبها الى سامح ابراهيم. سامح ابراهيم بيلعب كره بينيه سامح اماميه في اتجاه اللاعب محمود فيليكس انما اطول من اللازم، وترجع الى علي لطفي اللي بياخد الكره داخل منطقه حمايته داخل منطقه الجزاء، وعلى طول تعود الكره الى اللاعب اللي امام حضراتكم محمد نصير. محمد نصير وبدايه هجمه للاهلي، محمد هاني لمحمد نصير مره ثانيه، محمد نصير لسه الكره معاه، ادي محمد نصير بيلعب الكره في وسط الملعب لرامي ربيعه، رامي، رامي ربيعه، وادي امامنا هنا المدير الفني مارسيل كولر، حكم اللقاء كابتن مصطفى عثمان، هادي جدا مصطفى عثمان حكم مباراه اليوم، كل القرارات بياخدها بابتسامه جميله كده. نتمنى التوفيق طبعا لكل حكامنا المصريين. وادي لاعبي النادي الاهلي طبعا. ترجع الكوره في وسط الملعب، الهجمه تتلعب على طول، احمد عبد القادر، وادي الهجمه في اتجاه اللاعب طارق ابو غنيمه، بيعدي طارق وماشي من ناحيه شمال، طارق 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 مرة تانية طارق، وياخد فاول، ياخد فاول على رامي ربيعة، وانذار، انذار لرامي، انذار لرامي ربيعة لاعب النادي الاهلي. وادي على طول اسلام هشام بياخد الفاول وبيتكلم مع حكم اللقاء كابتن مصطفى عثمان، مش عارف مش عاجبه القرار هنا اللاعب اسلام هشام، يعني عايز ايه يا اسلام. رامي ربيعة خد الانذار، ادي امامنا رامي ربيعة، فاول لنادي بتروجيت من ناحيه الشمال. معايا ماتش دقيقتين يعني ناقص دقيقتين، شادي حسين وكهربا
ده انا بحسب على الساعة وبقيه البدلاء النادي الاهلي، وادي ايضا بدلاء نادي بتروجيت، يعني انا وادي الفاول لنادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء. ركله حره من مكان خطير هيلعبها اللاعب توفيق محمد، ركله حره لنادي بتروجيت في احداث هذا اللقاء، تتلعب على طول عرضيه بيطلعها نصير، ترجع الكره مره ثانيه لبتروجيت، وادي تصويبه وتوصل اماميه عاليه، وكره كده خطره جدا، غنيمه داخل منطقه الجزاء، وعرضيه عرضيه انما توصل الى علي لطفي واسلام هشام، وفاول على اسلام، فاول على اسلام هشام. طارق ابو غنيمه عملها باكورد كده وترجع الكره لعلي لطفي اللي صاحي وماسك كورته على طول اللي بيلعبها في الهجمه اللي فاتت دي، وادي الكره ترجع له وبيفتح الملعب هناك ناحيه اليمين لصالح اللاعب محمد هاني. علي لطفي بيلعب كره بينيه وتوصل لرامي ربيعه، رامي بيلعب الكره في وسط الملعب احمد اشرف، استلام وانطلاقه وبيلعب كره بينيه في اتجاه حسام وتسلل رايه وصفاره، ركله حره غير مباشره على حسام حسن، تتلعب الكره لبتروجيت، ادي كره في وسط الملعب، لف ودوران ومحاوله من لاعبي بتروجيت في مباراه اليوم، وادي الكره العرضيه توصل هنا ناحيه اليمين ومحاوله من اللاعب توفيق، توفيق بيلعب الكره على حدود منطقه خطره جدا، فيليكس يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، هدف حلو قوي من اللاعب محمود فيليكس الحقيقه، استلم وسدد بالقدم اليسرى وسجل الهدف الاول لنادي بتروجيت في مباراه اليوم. كره اتلعبت بشكل متميز والهدف الاول امامنا اللاعب محمود فيليكس صاحب القميص رقم 10، سجل الهدف الاول لنادي بتروجيت في مباراه اليوم في مرمى علي لطفي حارس مرمى النادي الاهلي 3-1. تتلعب الكره مره ثانيه وسط غفله كده من دفاع النادي الاهلي، الراجل استلم داخل منطقه الجزاء وسدد وسجل الهدف الاول لنادي بتروجيت في مباراه اليوم عشان يقربوا به النتيجه شويه. ترجع الكره مره ثانيه علي لطفي حارس المرمى للنادي الاهلي، علي لطفي كانت صعبه عليه جدا الكره طبعا، التصويبه كانت قويه جدا اللقطه اللي فاتت دي، لقطه الهدف طبعا. ادي كره تتلعب محمد هاني، محمد هاني بيلعب الكره حسين الشحات واتقطعت وصلت في وسط الملعب مره ثانيه، الهدف طبعا اللي سجله بتروجيت اداهم وعلم الروحهم المعنويه، وادي تصويبه من اللاعب طارق ابو غنيمه انما الى خارج الملعب طلعت وبقت ركله مرمى للنادي الاهلي، وامامنا حكم اللقاء مصطفى عثمان بيدي يبدو دقيقه واحده. ادي كره تتلعب توصل ناحيه اليمين، محمد هاني، محمد هاني بيلعب الكره في اتجاه احمد اشرف اللي بيلعبها لحسين الشحات، حسين الشحات بيعدي وماشي، حسين الشحات اتقطعت وترجع الكره للاعبي بتروجيت، وادي الراجل على طول وبيسجل كده بعض الملاحظات اللي تمت في الشوط الاول من هذا اللقاء علشان يناقش فيها اللاعبين طبعا في غرف تبديل الملابس بين الشوطين، وادي لمسه يد لصالح النادي الاهلي واللاعب احمد سيد، احمد سيد بيلعب كره في وسط الملعب، استلام من محمد محمود وبيغير الملعب هناك ناحيه اليمين عند محمد هاني، اتقطعت الكره في وسط الملعب للاعب طارق ابو غنيمه اللي بيلعب كره اماميه انما الى خارج الملعب، ورمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين، رمي التماس للنادي الاهلي محمد هاني، بدلاء النادي الاهلي، اتلعب الكره مره ثانيه، وادي الجهاز الفني والاداري لنادي بتروجيت في مباراه اليوم، ملاحظات وهيكون في كلام طبعا للاعبين بين شوطي هذا اللقاء. تتلعب الكره الى حارس المرمى علي لطفي، علي لطفي خطره جدا، خطره جدا جدا اللقطه اللي فاتت دي يا علي يا لطفي، وادي امامنا امام بقى انظار مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي. لاعب محمود ميسي كان مكمل في اللقطه اللي فاتت دي، او محمود فيليكس، محمود فيليكس لاعب نادي بتروجيت، وادي محمد محمود، علي لطفي حارس مرمى متميز الحقيقه ولكن لازم يركز في اللقطه اللي فاتت دي لان الاخطاء في الاماكن اللي زي دي بتكون يعني خطره شويه، انما تتلعب على طول كوره اماميه عاليه وتوصل لمحمد محمود، محمد محمود يا ولد العيب، عدى واحد والتاني انما اتقطعت وصلت لاحمد اشرف بيلعب الكره هناك ناحيه اليمين، استلام
ومحاولة من اللاعب حسين الشحات، مرور بشكل متميز، حط الكرة تحت رجله بشكل حلو قوي حسين الشحات في اللقطة اللي فاتت دي، وعدى وماشي ولعبها، انما اتأخر واتقطعت واتلعبت أمامية للاعبي بتروجيت، وادي الهجمة واتلعبت حلوة قوي للاعب اسلام هشام، اسلام بيلعب كرة، وادي كرة حلوة، نقلات جميلة، ومحاولة مرة تانية لفيليكس، وفيليكس بيعدل على شماله عايز يتلايم على واحدة ويسددها زي اللي سجل بيها الهدف الأول اللاعب فيليكس ده، وادي هجمة مرة تانية لبتروجيت، يعني عاملين ماتش حلو في الدقائق الأخيرة دي، وادي كرة خطرة وعرضية ومحاولة ولكن على طول نصير، ولسه الهجمه مستمره للاعبي بتروجيت، وادي التصويبه القويه وتمر الى خارج الملعب، سامح ابراهيم صاحب القميص رقم 3 بيسدد، وعدت الكره كده امام محمود فيليكس والى خارج الملعب وركله مرمى للنادي الاهلي. اخطر هجمه لبتروجيت بعد هجمه الهدف، وفي هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء كابتن مصطفى عثمان يطلق صافره نهايه احداث الشوط الاول من هذا اللقاء، الاهلي وبتروجيت المباراه الوديه هنا بملعب الاهلي والسلام، وكنت معكم تامر عبد السلام، وبإذن الله لنا عودة مع أحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء اللي انتهى طبعا الشوط الأول للنادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية مشاهدينا الأعزاء مشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي، وأحداث الشوط الثاني من لقاء الأهلي وبتروجيت المباراة الودية هنا بملعب الأهلي والسلام. نتيجة أحداث الشوط الأول هي تقدم النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، كان سجلهم اللاعب حسام حسن الهدف الأول، ورامي ربيع الهدف الثاني من ركلة جزاء، وأحمد عبد القادر كان سجل الهدف الثالث، ومحمود فيليكس سجل هدف بتروجيت الوحيد حتى الآن في مباراة اليوم. طبعا تشكيل جديد للنادي الاهلي وايضا لنادي بتروجيت في بدايه احداث الشوط الثاني من هذا اللقاء نستعرضه سريعا مع حضراتكم. الاهلي مصطفى شوبير لحراسه المرمى، ياسر ابراهيم، محمود متولي، اكرم توفيق، اسلام عبد الله، عمرو السليه، كريم عثمان، زياد طارق، كهربا، وطاهر محمد طاهر، وشادي حسين. اما نادي بتروجيت احمد النفراوي لحراسه المرمى، مؤمن محمد، محمود صقر، محمد الكومي، طارق ابو العز، محمد شطه، محمد عثمان، رشاد المتولي، اسلام هشام، ومحمود فيليكس، وجابر سالم. قياده تحكيميه لمباراه اليوم كابتن مصطفى عثمان بيعاونه ايهاب فخري ونور الدين سعيد. ادي الكره على طول تتلعب لياسر ابراهيم من حارس المرمى مصطفى شوبير اللي بيلعبها ناحيه الشمال، استلام من اللاعب اسلام عبد الله، هنشوف الكره تتلعب في الخلف، ياسر ابراهيم بيلعبها الى مصطفى شوبير حارس المرمى اللي بيلعب الكره لمتولي، محمود متولي، ادي محمود متولي بيلعب الكره الى مصطفى شوبير مره ثانيه لياسر ابراهيم، بدايه هجمه كده للنادي الاهلي في احداث الشوط الثاني، بينقلوا الكره من الخلف كده في انتظار بقى انهم يلعبوا التمريره الاماميه، ادي على طول متولي بيلعب الكرة البينية معدية كده في اتجاه اللاعب كريم عثمان بيلعبها في وسط الملعب، استلام من أكرم توفيق اللي بنقول له الحمد لله على السلامة، عائد من جديد أكرم توفيق مشاهدينا الأعزاء، قلب الأسد بقى اللاعب أكرم توفيق، واحد من اللعيبة المتألقين جدا مع النادي الأهلي، ويعني مارسيل كولر بيطمئن بقى على سلامة اللاعب أكرم توفيق العائد من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، الحمد لله بالسلامة يا نجم يا كبير يا أكرم. ارتبط بيعني قصه حب كده مع جماهير النادي الاهلي لاداء الرجولي والحماسي اللاعب اكرم توفيق الحقيقه. ادي على طول متولي ياسر ابراهيم، ياسر حاول يعدي، وادي اللاعب فيليكس انما على طول متاخده منه والى خارج الملعب، ورمي التماس، رمي التماس ياسر ابراهيم، رمي التماس لبتروجيت تتلعب على طول، اللاعب طارق ابو العز في وسط الملعب، وترجع لطارق مره ثانيه، طارق ابو العز بيلعبها لمؤمن محمد، مؤمن بيلعب الكوره في اتجاه حارس المرمى احمد النفراوي اللي بيلعبها ناحيه اليمين عند اللاعب محمد الكومي، الكومي بيتقدم وبيلعب كره اماميه انما على طول مقطوعه في وسط الملعب للنادي الاهلي. ادي الهجمه والمحاوله في هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء، اتلعبت الكوره في وسط الملعب للنادي الاهلي، عمرو السليه، عمرو السليه بيرجع الكره لياسر ابراهيم،
ناحية اليمين الكرة أكرم توفيق في وسط الملعب، استلام ومحاولة والكرة تمر إلى خارج الملعب، تطلع وتبقى رمية تماس. لاعب كريم عثمان تتلعب الكرة، ياسر ناحية الشمال، إسلام عبد الله، ياسر إبراهيم، محمود متولي، أكرم توفيق، أكرم توفيق، تتلعب الكرة مرة تانية هناك ناحية الشمال عند اللاعب إسلام عبد الله، بيحاول يعدي إسلام وبيضغط عليه اللاعب محمود فيليكس، إنما ترجع الكرة إلى مصطفى شوبير. مصطفى شوبير بيلعب التمريرة الأمامية في وسط الملعب كده، ومحاولة من لاعبي النادي الأهلي. أدي الهجمة كهرباء وترجع الكرة لفريق بتروجيت إسلام هشام، وفاول لصالح بتروجيت. تتلعب الكرة بسرعة على طول من اللاعب جابر سالم هناك ناحية الشمال، إنما على طول مقطوعة، استلام بشكل جيد من لاعبي النادي الأهلي. أدي عمرو السلية وترجع الكرة في الخلف مرة تانية، كرة أمامية للاعبي بتروجيت مقطوعة وتوصل لطاهر محمد. أكرم توفيق، أكرم في وسط الملعب، كريم، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، متولي، أكرم توفيق مرة تانية، ضغط من لاعبي بتروجيت. الشوط الأول الحقيقة النادي الأهلي عمل أداء رائع ومتميز وقدم ماتش حلو وسجل 3 أهداف وكان مسيطر على الشوط الأول الحقيقة بشكل متميز جدا. أكبر قدر من اللاعبين بيحاول طبعا أن هو يديهم الفرصة، المدير الفني مارسيل كولر مدير الفني للنادي الأهلي، من أجل بقى يعني أن هو أكيد له طريقة لعب بيحاول أن هو ينفذها من خلال اللاعبين في أرض الملعب ويعود اللاعبين عليها من خلال المباريات الودية. الأهلي اللي عنده مباراة مع المينستيري التونسي في دوري ابطال افريقيا، كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في هذا اللقاء. ان شاء الله يعود النادي الاهلي من جديد لبطولته المفضله الاميره الافريقيه. هذه كره تتلعب على طول وتوصل الى حارس المرمى مصطفى شوبير. كل البطولات بالمناسبه مفضله للنادي الاهلي، سواء دوري سواء كاس سواء افريقيا سواء سوبر اي شيء. جمهور النادي الاهلي خلاص اتعود على انه دائما ما يبحث عن البطوله والبطوله فقط. يعني المركز الثاني للنادي الأهلي بمثابة خسارة، يعني ده اللي تعودنا عليه من هؤلاء اللاعبين وكل من ارتدى تيشرت النادي الأهلي على مدار التاريخ الحقيقة. يعني كابتن محمود الخطيب يمكن كان تواجد في التمرين للنادي الأهلي وكان اتكلم مع اللاعبين الشباب اللي متواجدين مع النادي الأهلي وشد من أزارهم كده وقدر ان هو يعني يتكلم معاهم ويديهم ثقه كبيره جدا. الحقيقه انا لو منهم يعني لما يتكلم معايا قيمه كبيره جدا بحجم الكابتن محمود الخطيب ويشيد بي وبادائي، ده انا انزل يعني اقدم كل شيء في كره القدم من فرط الحماس والفرحه اللي انا هكون فيها طبعا كلاعب ناشئ لما يتكلم معايا قيمه وقامه كبيره جدا زي الكابتن محمود الخطيب. ترجع الكره مره ثانيه ناحيه الشمال، اسلام عبد الله، كره اماميه ملعوبه، وادي شادي حسين، انما على طول مقطوعه وتوصل لبتروجيت عن طريق اللاعب جابر سالم في وسط الملعب. كريم عثمان، ترجع الكره مره ثانيه في وسط الملعب واستلام من طاهر. طاهر بيلعب الكره لاكرم، اكرم توفيق ناحيه اليمين، اكرم عدى وماشي اكرم ولعب كره بينيه حلوه لعمرو السليه، وبيحاول عليها اكرم مره ثانيه وبيلعبها ل كهربا اللي بيلعب كره بينيه خطيره انما الى خارج الملعب في اتجاه شادي حسين، طلعت وبقت ركله مرمى. ركله مرمى لصالح نادي بتروجيت والنفراوي. النفراوي حارس المرمى
تتلعب على طول أمامية عالية وتصل إلى مصطفى شوبير. هناك ناحية الشمال إسلام عبد الله، ترجع الكرة في الوسط للاعب ياسر إبراهيم اللي بيعيدها إلى مصطفى شوبير. أمامية من مصطفى عالية ومعدية هناك ناحية اليمين، إنما على طول مقطوعة للاعبي بتروجيت. وادي أمامنا مارسيل كولر بيتكلم مع اللعيبة وبيقول لهم إن هم يتقدموا للأمام. محمد الكومي بيلعب الكرة الأمامية إنما تصطدم بعمرو السولية وتطلع وتبقى رمي التماس. عمرو السولية اللي حصل على شارة القيادة في الشوط الثاني بعد خروج رامي ربيعة، رامي اللي كان سجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في مباراة اليوم من ركلة جزاء في الشوط الأول. محمد الكومي ورامي التماس. رامي التماس من ناحية الشمال تتلعب على طول، وادي الهجمة ياسر إبراهيم بيحاول إنما متاخدة وواصلة لجابر سالم اللي بيلعبها، إنما على طول قطعت. وادي الهجمة إسلام عبد الله بيلعبها في وسط الملعب، كهربا بيغير الملعب لأكرم توفيق، طالع له طاهر وطالع له شادي حسين، مرور شادي بيلعب كرة بينية حلوة. وادي الهجمة وخطرة جدا، أكرم توفيق داخل منطقة الجزاء ولسه الكرة وقتال على الكرة كده ترجع لأكرم مرة تانية. وادي بقى يحمي دربكة داخل منطقة الجزاء ولسه، وتصويبة يا ولد يا ولد يا عمرو يا سلية، إيه الهدف الحلو ده؟ ده تصويبة قوية جدا وهدف رائع جدا من عمرو السلية الكابيتانو مشاهدينا الأعزاء، بتصويبة قوية وبيسجل الهدف الرابع للنادي الأهلي ويفرح كل الأهلاوية في مباراة اليوم. عمرو السلية يا ولد العيب يا عمرو يا سلية، وتصويبه قويه جدا خدها زي ما جت كده وحطها حلو قوي. وادي لعيب النادي الاهلي كلهم بيطمئنوا بقى على قلب الاسد اكرم توفيق اللي الحقيقه يعني الراجل بيقاتل على كل كوره على الرغم من انه عائد من الاصابه. ادي بقى امامنا عمرو السليه وسجدت شكر للمولى، بيشكره طبعا على ان وفقه في ان يسجل الهدف الرابع للنادي الاهلي في مباراه اليوم. انما لابد ان نشيد باداء اكرم توفيق ورجوله اكرم توفيق، يعني نفسيا اللاعب كده لما يكون عائد من اصابه طويله بيخشى الاشتراكات والامور دي كلها، انما اتعودنا من اكرم توفيق على الرجوله داخل ارض الملعب، علشان كده الراجل يعني بيقاتل على كل كوره في اللقطه الماضيه ويعني يحصل على اشاده كبيره جدا. وادي بقى هنا مش ممكن، ادي بقى هنا امامنا انذار في كارت احمر للاعب جابر سالم. جابر سالم يبدو انه اعترض على حكم اللقاء او قال لفظ خارج او ايه هنشوف، انما انذار في كارت احمر كده للاعب جابر سالم صاحب القميص رقم 11 من نادي بتروجيت اللي بيتكلم مع حكم اللقاء. كلنا طبعا بنتابع الدوريات الاوروبيه وبنشوف مفيش لعيبه يعني بتعمل الكلام ده. وادي عمرو السليه بيتكلم بقى مع اللاعب جابر سالم لاعب نادي بتروجيت اللي بيغادر ارض الملعب بالبطاقه الحمراء من قبل حكم اللقاء مصطفى عثمان حكم مباراه اليوم. لازم اللاعب يكون ذكي، يعني ما يحاولش ان هو يستفز الحكم او يقول يعني او يعترض بشكل غير لائق او يقول الفاظ خارجه ويحصل على البطاقات. وادي يعني خارج جابر سالم بعد ان تلقى الكارت الاحمر من قبل حكم اللقاء كابتن مصطفى عثمان حكم مباراه اليوم. ترجع الكره مره ثانيه والى خارج الملعب ورمي التماس للنادي الاهلي. اتلعبت الكرة محمود متولي، ياسر ابراهيم، اسلام عبد الله، كهربا في وسط الملعب، زياد طارق لكهربا ناحية شمال لطاهر، طاهر محمد، طاهر محمد طاهر بيلعبها لأكرم توفيق قلب الأسد. أكرم توفيق بيلعب الكرة مرة تانية من عمرو السلال، أكرم توفيق لعمرو، عمرو السلية لأكرم توفيق. يا سلام على النقلات الجميلة. وادي كرة ملعوبة لطاهر، مفيش تسلل، اتلعبت على طول الكرة مرة تانية توصل لزياد. إسلام عبد الله، إسلام عبد الله بيلعب الكرة الأمامية. وادي المحاولة من اللاعب شادي حسين على حدود منطقة الجزاء وترجع الكرة من طاهر بلمسة رأسية إنما تعود إلى حارس المرمى أحمد النفراوي. أحمد النفراوي حارس مرمى نادي بتروجيت في أحداث هذا اللقاء وشوطه الثاني.
عمرو السوليه، متولي، ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم، ياسر بيمشي بالكره، ياسر وبيلعبها الى محمود متولي، اكرم توفيق امامنا الجهاز الفني والاداري للنادي الاهلي، ترجع الكره اسلام عبد الله لاعب مواليد 2003 اللي امام حضراتكم ده اللي بيلعب ناحيه الشمال. مجموعه من الشباب الصاعد الواعد للنادي الاهلي الحقيقه، نتمنى لهم كل التوفيق. دايما الاهلي عودنا على انه يقدم لاعبين كبار طبعا لكره القدم المصريه، عناصر تفيد المنتخب المصري وطبعا تحقق طموح جماهير النادي الاهلي العريضه في كل مكان. عمرو السوليه وفاول النادي بتروجيت، 4 مقابل هدف حتى الان للنادي الاهلي في هذا اللقاء الودي على ملعب الاهلي ويا السلام مشاهدي شاشه قناه الاهلي. كره في وسط الملعب محمد عثمان وترجع ناحيه الشمال مره ثانيه عند اللاعب طارق ابو العز، اماميه ترجع ناحيه الشمال والمحاوله في هذه اللقطه كريم، انما على طول في وسط الملعب زياد، ياسر ابراهيم، اسلام عبد الله، اسلام بيعدي يا ولد العيب وبيلعب كوره بينيه انما مقطوعه في وسط الملعب وتتنقل ناحيه اليمين لصالح بتروجيت، اسلام هشام، محمد عثمان بيلف وبيحاول يعدي انما مقطوعه في وسط الملعب، استلام تتلعب الكره مره ثانيه في وسط الملعب للاعبي النادي الاهلي، وادي الكره الاماميه الملعوبه العاليه ومعديه وتصل في اتجاه اللاعب اكرم توفيق وتطلع وتبقى ركله مرمى للنادي الاهلي. اكرم توفيق اهو لعيب عارف كويس جدا قيمه تيشرت النادي الاهلي وقيمه ان هو يمثل النادي الاهلي، علشان كده دايما بيمتاز بالرجوله والحماس والاداء المتميز جدا وقصه عشق كبيره من قبل جمهور النادي الاهلي اللي كان كله بيدعي له انه يعود مره ثانيه سالما معافى، والحمد لله عاد اهو اكرم توفيق ويعود مره اخرى داخل المستطيل الاخضر ويدافع عن الوان النادي الاهلي. كره حلوه قوي اتلعبت اماميه طاهر، محمد طاهر انما مقطوعه في وسط الملعب للاعب محمد شطه بيلعبها في اتجاه اللاعب رشاد المتولي، وادي الهجمه زياد، وادي الكرة مرة تانية توصل ناحية الشمال أمامية ملعوبة وتوصل في اتجاه اللاعب محمود متولي، يا ولد يا لعيب، ثقة كبيرة في النفس الحقيقة، عدى بشكل متميز في اللقطة اللي فاتت دي من محمود فيليكس وإسلام هشام وترجع له الكرة مرة تانية لمتولي، متولي بيلعب الكرة الأمامية لعمرو السولية إنما أكرم توفيق، شوف أكرم بيعمل إيه، أدي أكرم توفيق وإسلام هشام اتلعب الكرة بسرعة رشاد المتولي انما حكم اللقاء بيشير باستكمال اللعب، ترجع الكرة في وسط الملعب محمد عثمان لاعبي بتروجيت محمد عثمان مرة تانية بيلعبها في الخلف مرة أخرى في اتجاه اللاعب مؤمن محمد اللي بياخد فاول على اللاعب شادي حسين لأمام حضراتكم اللاعب القادم من سيراميكا كليوباترا واحد من الإضافات المهمة جدا للنادي الأهلي. ترجع الكرة مرة تانية ناحية الشمال ملعوبة الكرة ومحاولة رشاد المتولي ولكن يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب يا أكرم يا توفيق يا سلام على الرجولة والأداء المتميز، وادي كرة على طول ملعوبة من زياد أمامية وانطلاقة من شادي حسين بيحاول يعدي من ناحية اليمين إنما على طول مقطوعة وتوصل الكرة مرة أخرى للاعبي بتروجيت على الجانب الأيمن من ملعب المباراة عند اللاعب اللي أمام حضراتكم رشاد المتولي. تتلعب الكرة في وسط الملعب محمود فيليكس إلى رشاد، رشاد في وسط الملعب محمد شطة إلى محمد عثمان،
محمد الكومي هناك ناحية اليمين، محمد الكومي بيلعب التمريرة الأمامية في اتجاه اللاعب شطة، إنما على طول ترجع في الخلف كده للاعبي بتروجيت. ادي امام رشاد المتولي، رشاد المتولي بيلعب كرة أمامية عالية معدية، إنما على طول التغطية من ياسر إبراهيم، ترجع الكرة في وسط الملعب، انطلاقة أمامية طاهر، بيلعب كرة لشادي حسين بيحاول عليها من ناحية الشمال، بيجيبها يا ولد العيب، استلام اتلعبت الكرة مرة تانية ناحية اليمين لأكرم توفيق، أكرم توفيق، أكرم بيلعبها لمحمود متولي، محمود متولي بيلعبها في الخلف عند اللاعب ياسر إبراهيم، إسلام عبد الله، عمرو السلية بيلعب الكرة الأمامية، عمرو عالية ومعدية وتوصل الكرة لكهربا اللي بيلعب كرة بينية، الجمهور مستني كتير جدا من كهربا الحقيقة. ادي كهربا اهو امام حضراتكم، واحد من النجوم الكبار للنادي الاهلي اللي كان عائد من الاعاره بالدوري التركي مع نادي هاتايسبور. ترجع الكوره متولي، عمرو السليه، اسلام عبد الله، ادي امامنا مارسيل كولر واقف على الخط دايما بيدي التعليمات للعيبه ويدون الملاحظات. اكرم توفيق قطعت من زياد توصل ناحيه الشمال، كره عرضيه من طارق ابو العز وخطره جدا داخل منطقه، وادي بقى الكره انما الى خارج الملعب، وركله ركنيه، ركله ركنيه، وكره كانت خطره جدا في اللقطه اللي فاتت دي الحقيقه. واللاعب بقى هنا امامنا محمود فيليكس سجل هدف ويسعى ويحاول ان هو يسجل هدف تاني، ولكن دفاع النادي الاهلي في اللقطه اللي فاتت، وتطلع الكره وتبقى ركله ركنيه لنادي بتروجيت. ترجع الكره في الوسط كده، وادي كره ملعوبه اماميه عاليه ومعديه وتصل الى اكرم، استلام ومحاوله وترجع اماميه عاليه في اتجاه كهربا، كهربا انما اتقطعت منه ووصلت ناحيه الشمال عند اللاعب طارق ابو العز، هو كهربا كان بيحاول عليها الحقيقه يعني في اللقطه اللي فاتت دي. وادي الكره لبتروجيت ناحيه الشمال، استلام من اللاعب طارق ابو العز، طارق بيعيدها في الخلف مره ثانيه للاعب محمد الكومي، محمد الكومي بيلعب الكره الاماميه العاليه وترجع الكرة واحدة والتانية كده ملعوبة الكرة في اتجاه اللاعب أكرم توفيق، وادي كرة في وسط الملعب عمرو السلية وتتلعب على طول، كريم عثمان كان بيحاول، وادي الهجمة تتلعب أمامية عالية معدية في وسط الملعب، كريم، طاهر محمد، طاهر محمد بيلعب كرة بينية حلوة أوي، خطرة جدا، خطرة جدا، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، إيه الجمال والحلاوة دي، إيه المتعة الحلوة دي، شادي حسين بيسجل هدف رائع جدا، يا سلام عليك يا شادي، وبداية ما أجملها من بداية، ما أجملها من بداية، اللاعب شادي حسين بيسجل هدف جميل جدا، هدف جميل جدا، حس تهديفي عالي جدا، لحظة خروج حارس المرمى وحطها من فوقه كده، والوصف مش منصف بالشعر والأبيات، إدي الكرة لعمنا شادي حسين تحلالك النهايات، هدف رائع جدا وهدف خامس للنادي الأهلي. وشادي حسين، شادي حسين بيسجل الهدف الخامس للنادي الأهلي في مباراة اليوم، لعيب من طراز يعني فريد اللاعب شادي حسين ده، ولعيب متألق جدا لأمام حضراتكم، وسجل الهدف الخامس في أحداث هذا اللقاء. وادي بقى على طول مارسيل كولر و يعني الراجل يديله قبلة كده الحقيقة للاعب شادي حسين، يستحقها الحقيقة، يستحقها الحقيقة على الهدف الجميل الحلو قوي ده. ترجع الكرة مرة تانية في وسط الملعب، وادي الهجمة لصالح نادي بتروجيت، خماسية للنادي الأهلي حتى الآن، وادي الكرة تتلعب هناك ناحية اليمين، محاولة لبتروجيت في مباراة اليوم، وبيحاول يعدي الراجل إسلام، إنما الكرة إلى خارج الملعب، طلعت وبقت ركلة مرمى، بداية مبشرة للنادي الأهلي.
مارسيل كولر، ويبدو انه بيتمتع كده بيحس يعني فكاهي شويه. المدير الفني لما بيكون حازم وفي نفس الوقت لديه يعني شيء من المرح كده بيكون حاجه جميله جدا. نتمنى له كل التوفيق، نتمنى له كل التوفيق مع النادي الاهلي في القادم من المنافسات في هذا الموسم باذن الله يكون موفق، والنادي الاهلي يقدر يحصل على كل البطولات اللي بيشارك فيها. طماعين ان النادي الاهلي ياخد كل البطولات، لانه كلنا عارفين ان جمهور النادي الاهلي بيحب جدا البطولات والانجازات مع الاداء الجميل والمتميز، واللعيبه هم اللي عودونا على كده الحقيقه. اتلعبت الكره اماميه وتوصل مره تانية الكره في وسط الملعب، عمرو السوليه بيلعب كوره في اتجاه اللاعب شادي حسين، نما على طول مقطوعه توصل هناك ناحيه اليمين لصالح نادي بتروجيت. المحاولات لازالت مستمره من لاعبي بتروجيت في مباراه اليوم، وادي الهجمه تتلعب على طول وتصل في وسط الملعب، استلام بشكل جيد من اللاعب كريم عثمان نما مقطوعه منه، وترجع للاعب رشاد المتولي اللي بيلعب كره هنا ناحيه الشمال، وادي كره عرضيه هناك داخل منطقه الجزاء مصطفى شوبير بيحاول عليها ولكن تصل في اتجاه اللاعب اسلام عبد الله. ماتش حلو قوي من النادي الاهلي، مستمتعين مع حضراتكم بالاداء وبالاهداف الجميله وبكل شيء في احداث هذا اللقاء. ومارسيل كولر المدير الفني طبعا السويسري للنادي الاهلي اكيد يعني مبسوط بالاداء ده، ولسه في انتظار المزيد باذن الله للنادي الاهلي. اتلعبت الكره طاهر محمد بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال، واستلام ومحاوله من اللاعب شادي حسين، معنوياته عاليه انما لاعب هداف، لاعب هداف. اللاعب ده بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء، حكم اللقاء مصطفى عثمان بيشير باستكمال اللعب. ترجع الكره لرشاد المتولي ناحيه الشمال، رشاد بيلعب الكره الاماميه، وادي الهجمه تتلعب على طول اماميه وتصل الى حارس المرمى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه اليوم. مصطفى ياسر اسلام عبد الله، اسلام عبد الله، ياسر ابراهيم، محمود متولي بيلعب الكره في وسط الملعب، واستلام من زياد عدى وماشي، قطعت وفاء لمسه يد، لمسه يد عمرو السلية، ياسر ابراهيم، نقلات من لاعبي النادي الاهلي. ادي عمرو السلية مره ثانيه، زياد قطعت في وسط الملعب، رشاد المتولي وفاول على اللاعب كريم عثمان وبياخد انذار، مواليد 2003 اللاعب ده. تتلعب الكره اماميه توصل لمتولي بيلعبها ناحيه الشمال عند اللاعب اسلام عبد الله اللي بيعيدها الى حارس المرمى مصطفى شوبير. ياسر ابراهيم متولي ياسر ابراهيم اماميه ملعوبه، وادي كره ملعوبه في اتجاه اللاعب شادي حسين، شادي حسين بيحط الكره تحت رجله بشكل متميز وبيلعبها في اتجاه اللاعب اسلام عبد الله، اسلام عبد الله، اسلام عبد الله، اسلام عبد الله لاعب مواليد 2003. اسلام عدى واحد والتاني وكان بيطالب بفاول انما حكم اللقاء مصطفى عثمان ما اداش حاجه في اللقطه اللي فاتت، وطلعت الكره وبقت ركله مرمى لنادي بتروجيت في مباراه اليو. تتلعب على طول اماميه الكره وتوصل هنا ناحيه الشمال، انما الكره لسه في اللعب عن طريق اللاعب اسلام هشام وحكم المباراه. شايفين الاشاره مصطفى عثمان بيقول الكره عدت الخط كده وبقت رمي التماس للاهلي، عدت الخط بكامل محيطها ورمي التماس للاهلي اكرم توفيق. الحقيقه الكل سعيد بعودته مره ثانيه وبادائه الرجولي. اتلعبت الكوره وزياد بيحاول، وادي طاهر محمد ترجع الكوره لزياد مره ثانيه بيلعبها لاكرم، اكرم عدى واحد والتاني ولعب كوره بينيه في اتجاه طاهر، وادي طاهر بيلم وبيحاول يعدي مره ثانيه وياخد فاول للنادي الاهلي من مكان متميز على حدود منطقه الجزاء. وادي حكم اللقاء وبيتكلم معاه طبعا لاعبي نادي بتروجيت في مباراه اليوم كابتن مصطفى عثمان اللي كان طرد بالمناسبه اللاعب جابر سالم. وادي حكم اللقاء بيتكلم مع اللعيبه
وفاول للنادي الاهلي. شايف انا زياد وشايف طاهر، وركله حره للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. وهنشوف بقى هيستغلوها ازاي لاعبي النادي الاهلي. قلنا وبنذكر حضراتكم باهميه الركلات الثابته. الركلات الثابته مهمه جدا. وادي طاهر، محمد طاهر، وركله حره للنادي الاهلي من مكان يعني قريب من منطقه الجزاء كده، الكره متطرفه ناحيه اليمين. طاهر بيلعب الكره العرضيه، انما لعبها بشكل يعني مش مظبوط، تتلعب الكره متولي وتصل الى حارس المرمى احمد النفراوي اللي بيلعب الكره الاماميه العاليه. وادي اللمسه من اللاعب كريم عثمان، ترجع مره ثانيه ناحيه الشمال لبتروجيت في مباراة اليوم. الهجمة لصالح نادي بتروجيت، تتلعب الكورة توصل ناحية الشمال، حاول يعدي الراجل وياخد فاول. محمد الكومي لأحمد النفراوي، محمود صقر، محمد عثمان. عثمان بيلعب الكرة الأمامية عثمان ناحية رشاد المتولي. المتولي بيحاول، وتلعب الكرة في وسط الملعب، شطة ناحية الشمال وبيقابل كده وبيضغط اللاعب أكرم توفيق، وبيحط رجله أكرم ويطلعها إلى خارج الملعب علشان تبقى ركلة ركنية لصالح نادي بتروجيت في مباراة اليوم من ناحية الشمال. 5-1 للنادي الأهلي حتى الآن مشاهدينا الأعزاء، والصورة كانت على مصطفى شوبير وركلة ركنية لصالح نادي بتروجيت من ناحية شمال، تتلعب على طول عرضية معدية، أكرم توفيق بيطلعها وترجع الكورة في الخلف مرة تانية للاعبي بتروجيت في مباراة اليوم عن طريق اللاعب مؤمن محمد. وادي كورة ملعوبة عالية ومعدية أطول من اللازم، ما يجيبهاش رشاد المتولي، تطلع وتبقى رمية تماس من ناحية اليمين للنادي الأهلي. تجربة جيدة للمدير الفني اللي أمام حضراتكم مارسيل كولر، مدير الفني السويسري للنادي الاهلي. اكرم توفيق ورمي التماس جاي له على طول عمرو السليه لاكرم توفيق، بيغير الملعب اكرم توفيق هناك ناحيه الشمال عند اللاعب اسلام عبد الله. انما الكرات اللي بتبقى بعرض الملعب دي في الثلث الاخير بتبقى خطر شوي لو في ضغط طبعا من الفريق المنافس. ياسر ابراهيم لمتولي، بيلعبها ناحيه اليمين توصل لاكرم توفيق الى متولي مره ثانيه. متولي، محمود متولي لياسر ابراهيم. ياسر بيفتح الملعب هناك ناحيه الشمال عند اللاعب اسلام عبد الله. اسلام بيلعب الكره الاماميه، وادي المحاوله للكهرباء. كهرباء 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 وبيحاول عليها كهرباء ولسه، ومعاه اللاعب مؤمن. مؤمن وكهرباء، مؤمن وكهرباء، مؤمن محمد، ومؤمن على طول بيطلع الكره لمحمد الكومي ناحيه اليمين. كهرباء لما بيكون في مستواه بيكون لاعب خطير جدا طبعا. عائد من فترة إيقاف. وادي كرة ملعوبة أمامية وتصل إلى حارس المرمى مصطفى شوبير. كهرباء من اللعيبة المتألقين مع النادي الأهلي، إن شاء الله يقدم كل ما لديه من مهارات وفنيات وإمكانيات عالية مع المدير الفني مارسيل كولر، مدير الفني للنادي الاهلي. اكرم توفيق اتقطعت منه المره دي، وتوصل الكره مره ثانيه ومحاوله للاعبي نادي بتروجيت، كره اماميه عاليه وعلى طول ملعوبه من اسلام عبد الله الى مصطفى شوبير حارس المرمى للنادي الاهلي. تتلعب الكره انما عاليه الى خارج الملعب، رمي التماس من ياسر ابراهيم، رمي التماس لصالح نادي بتروجيت من ناحيه الشمال. المباراه اصبحت هاديه تماما بعد الخمس اهداف للنادي الاهلي والهدف لبتروجيت. طبعا الاهلي كان تقدم 3 وبتروجيت سجل 3-1، ثم عاد عمرو السليه وشادي حسين اضافوا الهدف الرابع والخامس. اهداف جميله الحقيقه. وادي تبديلات من جانب نادي بتروجيت في مباراه اليوم. كل مدير فني طبعا وكل فريق بيحاول يستغل المباريات الوديه دي في تطبيق بعض الافكار واعطاء الفرصه للاعبين واخذ الثقه، حاجات كتيره جدا. ادي هجمه وادي محاوله من اللاعب شادي حسين اللي يعني تقدم للامام في اللقطه اللي فاتت دي، انما جابها منه اللاعب صقر. ترجع الكوره النفراوي
في موقف صعب على طول بيشتت الكوره الى خارج الملعب، تطلع وتبقى رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه شمال وادي امامنا كهربا. سابها الاسلام عبد الله، اسلام عبد الله لاعب النادي الاهلي، اسلام بيلعب الكره لعمرو السلية، عمرو السلية بيلعب التمرير الاماميه الحلوه، وادي الهجمه طاهر محمد وتوصل لاكرم توفيق، اكرم توفيق بيلعبها لعمرو السلية لاكرم توفيق انما مقطوعه وترجع لفريق بتروجيت. وادي طارق ابو العز على طول بيطلع الكره الاماميه، توصل من محمود متولي ناحيه الشمال عند اللاعب رشاد المتولي، بيحاول يعدي انما مقطوعه منه في وسط الملعب. الهجمه محمد عثمان ولكن كهربا بيقطع وبيلعبها للاعب اسلام عبد الله، مجهود رائع الحقيقه من اللاعب كهربا في انه قطع الكره اللي فاتت دي. طاهر محمد بيلعبها مره ثانيه للسلية لاكرم، اكرم توفيق، محمود متولي في وسط الملعب، استلام من كريم عثمان ناحيه شمال اسلام عبد الله، اسلام عبد الله بيلعبها مره ثانيه في الخلف لياسر ابراهيم، ياسر لمحمود متولي، محمود متولي لسه الكره مع محمود بيلعبها لياسر ابراهيم مره ثانيه هناك ناحيه الشمال، بيفتح الملعب لاسلام عبد الله ناحيه الشمال، بينقلوها من الشمال لليمين، متولي اكرم توفيق متولي. المباراه اصبحت يعني وكانها تقسيمه كده زي ما حضراتكم شايفين، الاهلي تقريبا عمل كل اللي هو عايزه من مباراه اليوم مع مديره الفني مارسيل كولر، مقن على اكرم توفيق وشارك لعيبه في مراكز جديده زي اللاعب احمد سيد في الشوط الاول، وايضا اللاعب شادي حسين اللي قدر ان هو يسجل وادى لكهربا في المباراه من اجل استعاده مستواه مره ثانيه. وادي الكوره الى خارج الملعب، رمي التماس، اسلام، مكاسب كبيره للنادي الاهلي من هؤلاء اللاعبين الشبان طبعا. اكرم في وسط الملعب، زياد، سلية، ياسر اللي بدا يزيد لقدام بيلعبها لاسلام، اسلام عبد الله، طاهر محمد، طاهر، ياسر ابراهيم لمتولي، متولي اماميه الكوره ترجع لمتولي مره ثانيه انما مقطوعه مره اخرى لصالح نادي بتروجيت. توصل الكره هنا ناحيه الشمال، نقلات في وسط الملعب كده من لاعبي بتروجيت في مباراه اليوم. وادي الهجمه هناك ناحيه اليمين عند اللاعب الكومي، محمد الكومي بيلعب الكره الاماميه والمحاوله من لاعبي بتروجيت، كره كده في وسط الملعب، ادي الهجمه والمحاوله في هذه اللحظات، تتلعب الكره واحده والثانيه بشكل متميز انما توصل لياسر ابراهيم والى خارج الملعب، ورمي التماس لصالح نادي بتروجيت من ناحيه اليمين، رمي التماس لبتروجيت. وادي امامنا مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي في احداث هذا اللقاء. محمد شطه بيلعب كره اماميه وعرضيه في اتجاه الحارس مصطفى شوبير، مصطفى شوبير بيلعبها الى اكرم توفيق، اكرم توفيق، اكرم يا ولد العيب يا اكرم، عدى بشكل متميز اكرم توفيق ولعب الكره هناك ناحيه شمال، تغييره الملعب بشكل متميز جدا الحقيقه في اتجاه اللاعب طاهر محمد، طاهر، طاهر محمد، طاهر محمد، طاهر، طاهر محمد، طاهر بيلعبها مره اخرى في الخلف في اتجاه اللاعب اسلام عبد الله اللي بيلعب كره عرضيه داخل منطقه الجزاء ومعديه في اتجاه اللاعب زياد، زياد طارق، انما الكره الى خارج الملعب، طلعت وبقت ركله مرمى لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم. محمد شطه، محمد عثمان، انطلاقه ومحاوله، اكرم توفيق وفاول على اكرم لصالح نادي بتروجيت من ناحيه شمال امام انظار كولر اللي ماسك على طول النوتة بتاعته وبيسجل الملاحظات. وادي الفاول، طبيعي انه يعني الريتم يهدى في مباراة اليوم، نتيجة المباراة كبيرة طبعا للنادي الاهلي 5 وبتروجيت هدف وحيد في احداث هذا اللقاء. نتيجة نادي بتروجيت
فقد الطموح. ترجع الكرة متولي. نادي الأهلي طبعا يعني في حالة إن هو لو زود الريتم يقدر يسجل أهداف أخرى، لأنه النادي الأهلي طبعا يمتاز بعناصر مميزة جدا، ويقدر إن هو يزود النتيجة ويمشي المباراة بالشكل اللي هو عايزه. فوارق كبيرة جدا طبعا. ترجع الكرة مرة تانية لصالح لاعبي بتروجيت هناك ناحية اليمين. نقلات وادي خطأ، وترجع الكرة شادي حسين، خطر جدا مش ممكن مش ممكن، تصويبة قوية ولكن انقاذ رائع الحقيقة من لاعب نادي بتروجيت. وادي الكرة العرضية مرة تانية، محمد الكومي، محمد الكومي انقذ الكرة، وادي مرة تانية حارس المرمى، برافو شادي حسين، والله متألق والله متألق. واحمد النفراوي ادي في لحظة واحدة كنا لسه بنتكلم ان النادي الاهلي لو علّى الريتم، وهو بيترجمه اللي احنا بنقوله حرفيا داخل ارض الملعب. وشادي حسين يعني على مرتين، ولكن بقى محمد الكومي والنفراوي في هذه اللقطة وقفوا له بالمرصاد ومنعوه من انه يسجل الهدف الثاني رغم اجتهاده. الهدف الثاني ليه طبعا في المباراة، وكان هيبقى السادس للنادي الاهلي رغم اجتهاده الكبير جدا اللاعب شادي حسين. اضافة قوية واداء متميز من هذا اللاعب، شيء جميل جدا طبعا. تنافس شريف مع حسام حسن، وركلة ركنية من ناحية اليمين، طاهر محمد طاهر، طاهر بيلعب الكرة العرضية العالية، ومحاولة مرة تانية من ياسر إبراهيم اللي متقدم، وترجع الكرة لشادي حسين بيجيبها وبيلعبها عرضية خطيرة جدا داخل منطقة، وادي زياد وبيسيبها لعمرو السلية، وترجع لطاهر اللي بيلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ومتولي، ومش ممكن مش ممكن ياسر إبراهيم والعرضة. العرضة في اللقطة اللي فاتت في أقل من حوالي دقيقتين النادي الأهلي يعني كسر عن أنيابه جدا، وكان قريب جدا من ان هو يسجل الهدف السادس اكتر من مره اكتر من مره. انما العارضه هيتعمل لها صيانه بعد المباراه دي وبعد التصويبه القويه دي من اللاعب الحقيقه المتالق ياسر ابراهيم. ترجع الكره مره تانية، متولي بيلعبها في الخلف لياسر ابراهيم، بيفتح الملعب اسلام عبد الله ناحيه الشمال، اسلام عبد الله، اسلام، ياسر، مصطفى شوبير، متولي، تصويبة حلوة من اللاعب ياسر إبراهيم، اصطدمت بالعارضة. ادي على طول مصطفى شوبير، متولي في وسط الملعب، عمرو السلية نازل يستلم، تتلعب الكرة ناحية الشمال، ياسر في وسط الملعب، واستلام من اللاعب كريم عثمان، اماميه، زياد بيلعب الكره هناك ناحيه شمال، اسلام عبد الله، اسلام عبد الله، عرضيه من اسلام خطيره جدا خطيره جدا، ولكن يعني تالق غير عادي للاعب محمد الكومي الحقيقه. شال كره من حلق المرمى، والمره دي برضه بيشيلها من امام اللاعب شادي حسين، هو وزميله طبعا مؤمن محمد الحقيقه. محمد الكومي ومؤمن محمد يتبادل يعني ابعاد الكرات من امام شادي حسين لاعب النادي الاهلي. ركله ركنيه من ناحيه شمال، طاهر محمد طاهر، طاهر محمد هيلعب الركله الركنيه للنادي الاهلي، بيلعبها على طول عرضيه عاليه وخطيره، ولكن على طول النفراوي بيطلع وتوصل الكره هنا ناحيه اليمين، رشاد المتولي انما مقطوعه منه، ياخدها طاهر وبيحاول يعدي وياخد فاول للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. وادي حكم اللقاء مصطفى عثمان بيشرح للاعب رشاد المتولي هو احتسب الفاول ليه، ونقاش كده مع حكم اللقاء. وادي ركلة حرة لصالح النادي الاهلي، وهنشوف هتتنفذ ازاي. شايف انا اكتر من لاعب يعني جنب الكرة من لاعبي النادي الاهلي، هل بقى في جملة متفقين عليها ولا ايه اللي هيتم؟ هنعرف مع حضراتكم من خلال سير المباراة. زياد وعمرو السلية وطاهر، ويعني مباحثات ثلاثية حوالين الكورة، تتلعب الكورة عمرو السلية، عمرو السلية تصويبة إنما ما ظبطتش إلى خارج الملعب، طلعت وبقت ركلة مرمى. أفكار بيحاول ينفذها لاعبي النادي الأهلي في الركلات الثابتة والركلات زي ما قلنا أهميتها، أهمية الركلات الثابتة. وادي الكرة إلى خارج الملعب،
رمي التماس، ادي عمرو السوليه اهو اخد وقت في التصويب، عمرو السوليه في اللقطه اللي فاتت. اتلعبت الكوره، تتلعب مره تانية وتوصل للاعبي بتروجيت في وسط الملعب، تعود في الخلف مؤمن، انما لمسه يد على زياد لصالح بتروجيت في احداث هذا اللقاء. تتلعب الكوره، استلام ومحاوله في هذه اللحظات، طارق ابو العز، وادي حكم اللقاء امام حضراتكم، واضحه الاشاره. تتلعب الكوره وتوصل مره اخرى للاعبي بتروجيت، ادي الهجمه وادي المحاوله، بيعدي الراجل وماشي، انما زياد بيقطع، وكان يعني عمل معاها مجهود كبير اللاعب الحقيقه اكرم توفيق. ترجع الكوره مارسيل كولر، وادي على طول زياد بيلعب كره بينيه اماميه في اتجاه شادي، يا ولد يا شادي، استلم شادي حسين، شادي حسين، شادي حسين، بيطلع اكرم توفيق، انما على طول اكرم وبيحاول مع اللاعب طارق ابو العز، وتتلعب الكوره. شوف الضغط بتاع اكرم توفيق، اكبر لاعبي بتروجيت ان هم يعني يغلطوا ويطلعوا الكره الى خارج الملعب وتبقى رميه تماس للنادي الاهلي. الضغط مهم جدا، والله هي كانت رمية، انا مش عارف يعني، ولا لاعبي بتروجيت اخذوا الكره ولعبوها لنفسهم على الرغم من ان اشاره حكم اللقاء الكره للاهلي. اكرم بيلعبها على طول لمتولي اللي بيلعبها لياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال لصالح اللاعب اسلام عبد الله. اسلام بيلعب الكره لمتولي، للسوليه المتولي، لياسر ابراهيم، لمتولي، متولي، اكرم توفيق، متولي مره تانية اماميه بعيده والى خارج الملعب، وركله مرمى لصالح نادي بتروجيت في مباراه اليوم. تتلعب الكوره وتوصل ناحيه اليمين لصالح نادي بتروجيت، مؤمن محمد، هجمه في وسط الملعب كده، ضغط من اللاعب زياد، وتوصل لشطه بيلعبها ناحيه اليمين عند محمود صقر اماميه، انما الى خارج الملعب رميه تماس للنادي الاهلي. اسلام عبد الله، اسلام عبد الله بيعيدها لياسر ابراهيم اللي بيلعبها لمحمود متولي، محمود متولي، لسه الكره مع محمود متولي، محمود متولي بيلعب الكره هناك ناحيه الشمال، انما عدت من اللاعب اسلام والى خارج الملعب رميه تماس. عامل ماتش يعني لا باس به اللاعب اسلام الحقيقه، اسلام عبد الله. تلعب الكره مره ثانيه وتوصل للاعبي بتروجيت اللي بيحاولوا ان هم يلعبوا كره طوليه كده لقدام، ادي الكره في وسط الملعب، محمد شطه وانطلاقه وضغط من اللاعب اسلام على رشاد المتولي، توصل الكره مره اخرى ومرور والى خارج الملعب ورمي التماس لصالح نادي بتروجيت، او هنشوف في فاول. شايفين المساعد الثاني نور الدين سعيد، وركله حره لصالح نادي بتروجيت من ناحيه اليمين، ركله حره لبتروجيت من ناحيه اليمين في احداث هذا اللقاء. وادي امامنا طاهر، محمد طاهر واقف في الحيطه مع زملائه، وحكم اللقاء كده بيبص في ساعته. واتلعبت الكوره عرضيه وترجع للسوليه. وفي هذه اللحظات مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي شاشه قناه النادي الاهلي، يطلق مصطفى عثمان صافره النهايه لاحداث هذا اللقاء الودي. تفوق بخماسيه للنادي الاهلي على نادي بتروجيت بهدف وحيد. سجل الاهداف حسام حسن الهدف الاول، رامي ربيعه الهدف الثاني من ركله جزاء، احمد عبد القادر الهدف الثالث، محمود فيليكس الهدف الرابع، عمرو السوليه، وشادي حسين. شكرا لكم، وكنت معكم تامر عبد السلام.